بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ النهاردة إن شاء الله محاضرة جديدة. محاضرة النهاردة بعنوان Infectious Disease. نبدأ أول حاجة General Principles موضوع Infectious Diseases. أعرف أول حاجة عن الـ Infectious Agents اللي ممكن تصيب جسم الإنسان. أول وأصغر حاجة اسمها الـ Prions. والـ Prions دول عبارة عن abnormal forms من بروتينات موجودة عندنا في خلايا جسمنا، بيسموها برايم بروتين أو بتاع بي ار بي. الجين اللي بيعمل هذا النوع من البروتين اللي اسمه برايم موجود على الشوك أم البروتين بتاعه اللي اسمه برايم بروتين موجود في النيورونز وبيسموا النورمال فورم من هذا البرايم بروتين برايم بروتين سي. ده لما بيحصل فيه تشينجز ويبقى ريزيستنت لان هو يتكسر بانزيم البروتيز، ساعتها ده اللي هو الابنورمال فود، ده اللي بنسميه تي ار بي ريس او ريزيستنت للبروتين، او ساعات بنسميه تي ار بي سكراب. نشوف من شويه الفانكشن بتاع هذا البروتين اللي هو النورمال برايم بروتين از نوت ات نون، لكن بيقول ان هو ممكن يكون بيساعد في ادخال الكبر الى الخلايا بتاعه المخ. الاب نورمال فورم من هذا البروتين بقى مسؤول عن مجموعه امراض اسمها ترانسميسبل، يعني بتنتقل، سبونجيوفور لان انسيفالوباثيس يعني مرض وانسفاله يعني مخ، هو بيعمل نوع من انواع الامراض في المخ، يخلي المخ عامل زي الاسبونج، عامل زي الاسفنجه. وهذا المرض اللي بيخلي المخ زي الاسفنجه ترانسميسبل يعني بينتقل من شخص الى اخر. هناك امراض كثيره جدا يبقى ناخدها ان شاء الله في السي ان اس، بس على الاقل دلوقتي نعرف اسمائها. مرض اسمه كوري، وده اللي بيجي مع الناس اللي بتتغذى على مخ البني ادم. في بعض قبائل في غينيا كان عندهم او عندهم عاده ان هو اي ميت يتوفى يتغذوا على المخ بتاعه، فإذا كان هذا الميت عنده الكورو هينتقل الكورو من شخص إلى شخص عن طريق أكل المخ. المرض الثاني المشهور من هذه الأمراض بوفاين يعني بقرة، سبونجيوفورم انسفالوباسي اللي هو الماد كاو ديزيز أو مرض جنون الأبقار. المرض الثالث اسمه كريتسفيلد كاكو ديزيز، ده فيه منه 4 سبتايبس، حاجة اسمها سبورادي يعني بيجي من الشرط يبقى هيريديتري يعني بيظهر عشوائي، هيريديتري او فاميليال يعني بيجري في اسره، ياتروجينيك يعني بسبب الدراج، بالفاريانت فورم. هو ده الفاريانت فورم اللي كان بينتقل للهيومن اذا الهيومن ده اكل لحمه من كاو انفكتد بالبوفاين سبونجي فورم انسفالوباثي، وهي الكاو عندها البي اس اي، واذا الانسان اكل اللحمه منها هيجي له الفاريانت كريسبيلد جاكيت. المرض اللي بعد كده برضه ضمن مجموعه ترانسميسبل سبونجفور انسفالوبس حاجه اسمها جريستمان هاوسلر شانكر سندروم، حاجه فيري رير. المرض اللي بعده فيتال يعني مميت، فاميليال يعني اسره، انسوم يعني ما تعرفش تنام، او لو نامت شويه تصحى على طول ما تعرفش ترجع للنوم تاني، فيتال فاميليال انسوم. المرض اللي بعد كده فاريابلي بروتيز سنسيتيف راينوباثي وفاميليال سبونجي فورم انسفالوباسي، كلهم امراض كلهم في المخ كلهم تحت كاتيجوري ترانسميسبل سبونجي فورم انسفالوباثي، كلهم بسبب الاب نورمال فورم من البرايم بروتين. الانفكشس ايجنت تاني الفيروسات، واحنا اتكلمنا عن الفيروسات في التيومرز لما اتكلمنا عن الانكوجينيك فيروسز، واتكلمنا عليه كمان في موضوع الامينو ديفيشنسي لما اتكلمنا عن الايه. عرفنا طبعا ان الفيروسات ده اوبليجيت انترا سيلولار بارازايت، يعني اوبليجيت يعني لازم يعيش جوه الخليه، اوبليجيت يعني حتمي وانترا سيلولار يعني جوه، لانه بيعتمد اعتماد كلي على الميتابوليك ماشينري اوف ذا سيل بتاع جسمنا علشان يخلي الفيروس يتكاثر. الفيروسات تتكون من نيوكليك اسيد سواء دي ان ايه او ار ان ايه، حواليها معطف من البروتين اسمه كابسيد، وساعات بعض الفيروسات زي بقى فيروس الايدز اللي احنا خدناه الاتش اي في بيبقى كمان لابس انفلوب من الليبيد انفلوب او ليبيد.
كان مشهور جدا ان الفيروس لما ينفكت خليه يعمل فيها انكلوجن بودز، هي تجمعات من الفيروس بارتيكلز جوه الخليه، ممكن تلاقيها جوه النواه بتاعت الخليه دي، تاخد شكلين، يا تجمعات حمراء ايسينوفيليك او تجمعات زرقاء بيزوفيليك، ممكن تلاقيها متجمعه في السيتوبلازم او تلاقيها في النيوكلي والسيتوبلازم بتاع الفيروس. عنده بعد ما يصيب الخلايا في جسمنا يقدر يسيب الجسم وينتقل ويعدي شخص اخر، زي مثلا فيروس البرد، لو واحد عنده برد وكحك في وشك هيجي لك فيروس المخ، او يفضل عايش جوه جسمنا بسنين زي ما شفنا برضو في فيروس الايدز والفيروسات اللي بتعمل تيومر. لو هيعيش جوه خلايا جسمنا يبقى هيعيش علشان يفضل مالتي بلاي، يفضل يتكاثر جوه الخليه، زي ما شفنا في الاتش اي في، وزي ما هناخد ان شاء الله في الليفر ديزيز هيباتيتس بي فيروس. او يقدر، ولما هيعيش جوه الخلايا بتاعتنا علشان يتكاثر، فممكن يعيش في شكل ليتنت نون ريبليكيتنج فور، يعني يعيش جوه الخليه ساكن، لا بيتكاثر ولا بيأثر على الخليه خالص. شفناه برضه في الاتش اي في. ومثال اخر ليه فيروس اسمه الهيربس زوستر فيروس، ده الاول بيصيب الجسم وبعد كده بعد ما يخلص الاكيوت انفكشن يجري ويستخبى في حاجه اسمها الدورسال روت جانجليا، سنسوري جانجليا موجوده عندنا ورا في الفيرتبرال كولر، ويفضل عايش في دورسال روت جانجليا ده ليتن. اول ما المناعه بتاعت جسمنا تضعف شويه يبدا الفيروس يفرش ويجري تاني ويعمل لنا ديزيزس. الاحتمال اللي بعد كده غير ان هو يمالتبلاي وريمين ليتنت، ممكن طبعا يحول الخلايا الى مالجنر، شفناها لما اخذنا الانكوجينيك. اللي بعد كده البكتيريا، والبكتيريا بتتشخص انها برو كاريوت، بكتيريا برو كاريوت يعني مجموعه من الاورجانيزمز ليها سيل ميمبرين لكن ما عندهاش ميمبرين باوند نيوكليوي ولا عندها ميمبرين انكلوزد اورجانيزم، ما يميزها ان ليها سيل ميمبرين. فيروس لا، ما كانش ليه سيل ميمبرين بالمعنى المعروف، هو كان ليه نيوكليك اسيد حواليه بروتين، سام تايمز حواليه ليبيد ميمبرين او انفلت، لكن هنا لا، دي اهم حاجه فيها السيل ميمبرين. والوول بتاع البكتيريا بيتكون من حاجه اسمها نوع من انواع الكربوهيدرات او شوجر اسمه بيبتايدو جلايكان. جلايكان يعني شوجر، وبيبتايدو يعني ان ذا فورم اوف لونج تشين لينكد باي بيبتايد. والبكتيريا ممكن يكون الوول بتاعها تيك، وبالتالي لما نيجي نصبغها بصبغه اسمها الجرام، التيك وول ده ياخد الصبغه دي يتصبغ بيها كويس، فبنسميها جرام بوزيتيف بكتيريا. تيك وول ده ريتينز كريستال فايروس. او بعض البكتيريا عندها الوول بتاعها فين، فما تقدرش تحتفظ بالصبغه فما تتصبغش بصبغه الجرام، فبنسميها جرام نيجاتيف بكتيريا. واللي عندها فين وول بيبقى سراوندد باي ان اوتر سيل ميمبر، زي هنا الرسمه جرام بوزيتيف اهي، سيل وول ده اهم حاجه، لكن الجرام نيجاتيف سيل وول بتاعها صغير جدا، اللي هو بتاعته زي كان اهو، تلاقي في بره اوتر ميمبرين وجوه انر ميمبرين. بعض البكتيريا بيبقى عندها اهداب اسمها الفلاجيلا، بتقدر تتحرك بيها وتمشي في المسيح. وبعض البكتيريا ليها حاجه اسمها الفيلاي، اللاي دي تشبه الفلاجيلا الى حد ما، ولكنها بتستخدم البكتيريا عشان تمسك وتبايند وتاتاتش للهوست سيل او للاكسترا سيلولار ماتريكس. البكتيريا بتتقسم الى يعني تقسيمات عديده على حسب سبب الجرام ولا لا، ففي جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف على حسب شكلها. في بعض البكتيريا بتبقى راوندد بنسميها كوكاي، او رود شيب زي الرودز بنسميها باسيلاي. والتقسيمه الثالثه على حسب اعتمادهم على الاكسجين، هل بيحتاجوا لازم يعيشوا في اكسجين ولا لا؟ فاللي بيحتاج اكسجين على طول بنسميه ايروبيك، ما يعيشش غير في وجود الاكسجين، واللي بيعيش في عدم وجود الاكسجين يعني اذا اديت له اكسجين يموت، فبنسميها ان ايروبيك. البكتيريا على عكس الفيروس بتقدر تصنع الدي ان ايه والار ان ايه والبروتينز، الفيروس ما كانش بيعرف يصنع اي حاجه، كان بيعتمد اعتماد كلي على الهوست سيل، لكن البكتيريا لا، تقدر تصنع حاجاتها، ولكن بتعتمد على الهوست سيل علشان توفر لها الفيفربل كونديشنز عشان تقدر بتعمل حاجاتها. وبالتالي بعض البكتيريا تفضل عايش، تقدر تعيش بره الخلايا،
زي المايكوبلازما واليوريوبلازما. والمايكوبلازما واليوريوبلازما بيتميزوا بصفتين مهمين جدا في البكتيريا دول، ما عندهمش سلول، وديز ار ذا سمولست او تانيست ليفنج اورجانيزم، دول اصغر ليفنج اورجانيزمز موجودين او اصغر بكتيريا موجوده يعني. في بعض البكتيريا تقدر تعيش جوه وبره، فبنسميها فاكالتيتيف انتراسيلولار بكتيريا. فاكالتيتيف يعني اختياري، يعني البكتيريا دي تقدر تختار تعيش جوه الخليه وتقدر تختار تعيش بره الخليه، زي المايكوبكتيريا بكتيريا السوداء. والاحتمال الثالث ان البكتيريا اوبليجيت انتراسيلولار، ما تعرفش تعيش غير جوه الخليه. زي ما قلت هي بتحتاج من الخليه اللي هتعيش جواها ان هي توفر لها بس الظروف المناسبه من نيوتريانس و و و عشان تصنع البكتيريا بنفسها الدي ان ايه والار ان ايه والبروتين. واشهر مثالين الاوبليجيت انتراسيلولار بكتيريا الكلاميديا اللي بتعيش في الايبيثيليال سيلز، بكتيريا اسمها الريكيتسيا بتعيش في الاندوثيليال سيلز. الكلاميديا والريكيتسيا دول لهم ريبليكيشن او بيتكاثروا في فاكيولز جوه الخليه ماسكه في السيل ميمبر، انها عملت كده فاكيول فقاعه عايشه جوه السيتوبلازم بتاع الخليه، والفقاعه دي ماسكه في السيل ممبرين من جوه في الخليه، والبكتيريا عماله تتكاثر فيها. الكلاميديا تتكاثر في الايبيثيليال سيلز، والريكيتسا تتكاثر في الاندوثيليال. كده البرايمز ثم الفيروس ثم البكتيريا. ننتقل بعد كده الى الفانجاي، ده هو الفطريات. والفانجاي بقى على عكس البكتيريا ده ايوكاريو، البكتيريا كانت بروكاريو، الفانجاي ده ايوكاريو يعني مالتي سيلولار، يعني حاجه اعلى من البكتيريا. ده ليه سيلول بتتكون من كومبلكس كربوهيدرات. الكربوهيدرات اللي موجوده في الفنجس سيلول اسمها بيتا جلوكانز وتشيتين ومانوسايليت جلايكوبروتين. يمكن اهميتهم ان التشيتين ده يمسك في نوع من انواع الستين نقدر من خلاله نديتكت الفنجاي، بنسميه كالكو فلاور وايت فلورسنت ستين. نقدر بهذا الستين اللي هو يعني بيمسك في جزء من السيل وول بتاع الفنجس ويصبغه، نقدر ايدنتيفاي الفنجاي في السبيس. البيتا جلوكانز دي بنقدر نكشف عليها في الدم، ولو لقيناها زايده في دم المريض ده معناه ان الفنجس انتشر وعمل انفيجن للدم وانتشر فيه يعني لاعضاء كثيره في جسم هذا المريض، ديسمينيت الفنجل. الفطر ممكن ينمو كشكل كور راوند سيلز بنسميها ييست، وزي كده ييست كور 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 كور، هو ده الراوند فورم من الفنجس اللي اسمه ييست. وساعات بينمو في شكل رودز اسمها مولز او العفن، هو ده العفن مولز 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 مولز. والفيلمنتس دي اللي بتعمل المولز اسمها الهاي في، والهاي في دي ممكن تلاقيها سبتيت، يعني كل خليه مفصوله عن الخليه اللي جنبها بسيل وول سبتيت الهاي في، او اسبتيت او بنسميها كوينوسيتيك، يعني ما فيش سيل وولز، كل الخلايا بتنمو كده بدون اي سبته ما بين كل خليه وخليه. وفي الوجه على الوجه الاخر في حاجه اسمها زي ما قلنا ده الهايفي، في بقى حاجه اسمها سودو هايفي، ان اليست دي بتنمو بكثره لدرجه ان هي ممكن تلحم في بعض وتعمل لك ما يشبه الهايفي ولكنه ليس هايفي، بنسميها سودو هايفي. بنعرفها منين؟ ان احنا بنلاقي يست صور على اطراف هذه الهايفي الكذا. الفنجاي تقدر تتكاثر عن طريق ان هي تعمل سيكشوال سبورس او تعمل اسيكشوال سبورس اسمها كونيديا. وساعات بنشوف الكونيديا دي في الفنجس في النسيج، بنلاقيها عباره عن كور صغيره اهي، الكور الخضراء دي بتنمو على التبس بتاعه الهايفي، وساعتها بنسميها دي فروتين بودس. دي هايفي طالع منه الكوره كده او راس وبتولد على سطحها الكونيديا، بنسمي المنظر ده فروتنج. الفانجاي بتتميز بحاجه اسمها ثيرمال دايمورفيزم، ثيرمال يعني حراري وداي يعني ثنائي ومورفيزم يعني شكل، يعني بعض الفانجاي تقدر تنمو بشكل هايفي في الروم تمبريتشر وفي البودي تمبريتشر، لما تخش جسم الانسان تتوالد از او تنمو او تبقى بشكل يست
يعني واخدت الشكلين هايفي بره ييست جوه الجسم. الامراض اللي ممكن تعملها الفنجاي ممكن تعمل سوبرفيشال انفكشن، يعني انفكشن خارجيه او سطحيه، وبنسمي ساعتها الفنجاي اللي بتعمل هذه السوبرفيشال انفكشنز اللي طبعا الهيفا ديرماتو فايتس، فايتس يعني فنجس وديرماتو يعني على السكين، يعني فعلا السوبرفيشال انفكشن هتلاقيها غالبا في السكين، في السكين اهي زي دي ساعتها اللي بتعمل زي التينيا، التينيا اللي هي البطش البيضه اللي بتظهر على السكين في بعض المرضى، ممكن تصيب الهير والنيلز. وساعات الكرونيك انفكشن في السكين بنسميها مايكيتوما، فنجل انفكشن، كرونيك فنجل انفكشن اوف ذا سكين. يبقى السوبرفيشال درماتوفايتس سكين هير نيلز. ديب انفكشن، لو الفنجس عمل ديب انفكشن ووصل الى ديب ستراكشر بتاع السكين، لو مناعه الجسم كويسه فالاميون سيستم لو كومبتنت يقدر يريزورف الفانجل انفكشن ده او يحتوي الانفكشن ده ويخليه ليتنت. لكن طبعا المشكله لو اميون سبريسد هوست زي عيان الايدز، الفانجاي اللي قدر يوصل لديب ستراكشرز هيقدر يوصل للدم يسبريد سيستميكالي وينفيد التيشو ويدستروي فايتال اورجنز ويعمل لنا ديدلي ديزيز. مش ان في حاله الديسمينيتد فانجل انفكشن نقدر نكشف عليها بالبيتا جلوكانز. فنجاي برضو بيرجعوا يقسموها الى فنجاي انديميك، انديميك يعني مستوطنه، يعني عايشه في اجزاء من العالم، ساعتها بتبقى انفيزيف فنجاي، يعني بتقدر تعمل ديب انفكشن وتخترق وتسبريد فاضي اورجانيزم. دليل على كده فنجس اسمه الكوكيدويد في الساوث ويسترن يونايتد ستيتس، الهيستوبلازم اللي مشهوره جدا في الاوهايو ريفر. الفنجاي على الوجه الاخر غير الانيميك الاوبورتونيستيك، اتكلمنا عن ايه اوبورتونيستيك انفكشن لما اتكلمنا عن موضوع الايدز، ريموت كوز سيفير ديزيز ان هيلثي انديفيديوالز، لكن لو مناعه الانديفيديوال دي قلت فهذه الفنجاي الحيفه اللي ما بتعملش اي مشكله في الهيلثي ساعتها تنشط وتعمل لنا مصايب كبيره. فهذه الاوبورتونيستيك فنجاي يا اما ايذر كولونايزد انديفيديوالز، يعني موجوده في الجسم، موجودة في جسمنا عادي بس ما بتعملش أي مشاكل، أو ممكن الإنسان يكتسبها من الانفايرومنت زي ما قلت في الهيلث انديفيديوال ولا حاجة. لكن المشكلة في الامينو سبريس الفنجاي الهايفة دي سواء اللي موجودة في جسمنا كولونايزنج أو اكتسبها الشخص من الانفايرومنتال سورس تنشط وتعمل مصايب، اكلوجن للبلاد فيزلز، تفرقع بلاد فيزلز، طبعا النسيج هيموت زي في الايدز. والفنجس اللي اسمه نيوموسايتس جوفيرسي اللي كان اسمه قبل كده نيوموس سبايس كاليميا، ده بيبهدل الرئه وبيموت العيله. الاذر انفكشس ايجنت كده خلصنا البرايم والفيروس والبكتيريا وخلصنا الفنجاي، ننتقل بقى الى البروتوزوا اكبر كمان برضو ده ايوكاريوت زي الفنجاي، تقدر تتكاثر هذه البروتوزوا يا اما جوه الخليه يا اما بره الخليه. جوه الخليه عندنا مثال على كده البلازموديوم فالسبرم في الار بي سيز، والليشمانيا ده اسم البروتوزوا بتعيش جوه الماكروفاج، توكسوبلازما جوندي دي تعيش في السكليتال ماسل والهارت ماسل والبرين والاي. الامثله على البروتوزوا اللي بتعيش بره الخليه في اليوروجينيكال سيستم ترايكومونس فاجينالس، الانتستين وتنيبا هيستولوتيكال جياردي لامبليا، في البلاد بلازموديوم وتريبانوزوما والليشمانيا. بلازموديوم تقدر تعيش جوه الار بي سيز او تقدر تلاقيها سارحه في الدم اكسترا سيل، والتريبانوزوما والليشمانيا. المنسز بعد كده نكبر اكتر، غير يعني احنا عمالين ننمو عمالين نكبر، حاجه بروتين صغير طبيعي اللي هو البرايون الى الفيروس الى البكتيريا الى الفنجس الى البروتوزوا، ثم ننتقل بعد كده الى الديدان المنسز او الورمز. دي بقى مالتي سيلر اورجانيزم، ده كائن حي. ولما الورم تخش جوه جسم الانسان وتعمل زي بنسميها انفستيشن وليس انفكشن، انفكشن دي خاصه باللي فات، لكن من هنا المنتز واللي جايه سايتس فبنسميها انفستيشن، هي زي الانفكشن بس خاصه بالهيمنتز والاكتوبلازمات. طبعا على حسب نوع الورم فممكن الانسان يتعرض الى الادلت وورم في حال زي مثلا الاسكاريس لامبريكويدز
او يتعرض او تخش جوه جسمه ان ماتيور ستيج من البارازايت او من الورم يعني زي التوكسيكارا كانس، او يتعرض الى اللارفال فورم الاسيكشوال لارفال فورم زي الايكينوكوكس سبيشيز. لو الانسان اخذ الادلت وورم غالبا الادلت وورم جوه جسم الانسان مش هتتكاثر، ده هتلي داون ايجز او تديك لارفا اللي تنزل في الاستول بتاعت هذا البيشنت غالبا طبعا، وتقدر تشوفها حضرتك في الاستول الاكزامين. في ثلاث انواع طبعا، ده علم الباراسيتولوجي مش هناخد فيه قوي. في 3 جروبس من النيمفز، حاجه اسمها الراوند وورم او بيقول عليها النيماتودز، دي الامثله عليها اسكاريس لامبريكويدز سترونجولايدز سبيرالس هوك وورمز شريشيا بانكروفتي وترايكينيلا سبيرالس. وده شكله عامل زي راوند ده. نوع تاني اسمه تيب وورمز او سيست تودز، وهي سهلة الباثولوجي علينا قوي، ان السيست تودز دي في جسم الانسان هتعمل سيست ديزيز. تيب وورمز دي بيبقى ليها هيد راس بيسموها سكولكس، وليها جسم معمول من سيجمنتس بيسموا سيجمنتس دي بروجلوتيد. طلع على كده الفيش تيب وور يعني موجوده في السمك، البيف تيب وور موجوده في لحمه البقره، والبورك تيب وور موجوده في لحم الخنزير. والتيب وورمز دي لما تخش جسم الانسان بتطلع اللارفا، اللارفا دي هي اللي بتروح تنتشر وتعمل سيستيك ديزيزز في الاورجنز، زي مثلا هايديتد سيست في الليفر خلال التيب وورم اسمها ايكينوكوكاس جرانيلوزس، او سيست سيركاي ده السيست اسم السيست ديزيز اللي بتعمله البور تيب. التالت جروب في الهيلمنتز اسمها الفلوكس او التريماتودز، ده بيبقى شبه ورقه الشجر ليف لايك شيب كده، ومميز فيها قوي ان ليها سكرز، ليها يعني شفاط تقدر تمسك بيه الهوست اورجان. طلع على كده الليفر فلوكس واللنج فلوكس والشيستوزوما تقدر تمسك في هذه الاورجانز وتكمل لايف سايكل. اخر انفكشس ايجنتس اسمها اكتو بارازايتس، اسم غريب شويه، اكتو يعني خارج وبارازايتس يعني محتاج الاورجن او محتاج المضيف بتاعه، وهم سميه كده لان هم بيعيشوا بره جسم المضيف. الاكتو بارازايتس دي تشمل بقى الانسكتس بعض الحشرات زي اللايس والبيت باجز والفليس، او مجموعه من الكائنات اسمها اراكنايدز اللي هي مفصليات اللي ليها مفصل فيه تمشي عليه زي المايتس والتكس والسبايدر. سواء الانسكتس دي او الاراكنايدز تقدر تعمل ديزيز او تنقل ديزيز للانسان باي بيتنج، انها تعض البني ادم او تمسك فيه وتعيش على او جوه جلده. برضه هنا بنسميها انفستيشن زي الهلمنتز اللي فوق. واشهر يعني من اشهر الامثله هنا في الاكتوبارازايتس ان يحصل انفستيشن للسكن بتاع البيشنت عن طريق الارثروبودز هذا من الاراكنايدز. لما يجي هذا الكائن الحي ويمسك في الجلد بيعمل فيه المرض، فالانسان طبعا هيعاني من اتشنج واكسكوريشن، هرش رهيب جدا لدرجه ان هو ممكن يعور جلده او فروه راسه ويعمل فيها حاجات اسمها اكسكوريشن، ان الجلد بيتاكل من كتر ما بيهرش. وادي المثالين المشهورين جدا، بيديكيلوزس اللي هو القبل، مرض الانف كوزد باي لايس اتاتشد تو هيرز. اللايس ده هو الارثروبود اللي بيمسك في شعر البني ادم ويقعد ينزل فيه البيديكلز دي والبويضات وتعمل مرض البيديكيلوز. مرض تاني هو سكيبس اللي هو الجرد، نتيجه الارثروبود اللي اسمه مايت يوصل لجلد الانسان ويعمل برو يحفر نفق ليه ويعيش في الاستراتم كورنيا، احد اللايرز بتاعت الاستراتم بتاعت السكين، ويعمل سكيبس برضه الانسان يجي له هرش يبقى جربان. الارثروبودز برضه زي ما قلت ممكن تبقى وسيط ينقل other pathogens للهيومن بينج، زي مثلا الدير تكس لو قرصت البني ادم تنقل له بكتيريا اسمها البوريليا بوردولفيري، وده تعمل مرض اسمه لاين ديزيز او لاين بوريليوزس. ده كده الاكتوبارازيت. كده احنا اتعرفنا على الانفكشس ايجنتس اللي تقدر تصيبنا، تايم فيروس بكتيريا جاي بروتوزوا المنتز والاكتوبارازيت.
ما ننساش ان احنا عايش جوانا، جوه جسمنا وعلى جلدنا مجموعه من ليفنج اورجانيزمز، بكتيريا وفيروس وفنجاي، بنسميهم مايكروبيوم. ده اسم عام بيشمل جميع البكتيريا والفنجاي والفيروسات اللي موجوده داخل او على جسم الانسان، ودي الاماكن اللي موجود فيها هذه البكتيريا. السكين اول واخر حته في الجهاز الهضمي، يبقى الاورال كافيتي والانتستين، ابر اير واي والفاجينا. اكثر طبعا هذه البكتيريا او الميكروبيوم موجوده في الاورال كافيتي وفي الانتستين، انترميديت في السكين، واقلهم موجود في الفاجينا. امبورتنس ليهم امبورتنس، بس على الوجه الاخر زي ما شفتوا شويه ليهم برضه سايد افكت. الامبورتنس بتاعتهم ان هم بيوكيباي نيتشز. خدنا كلمه نيتشز دي لما اتكلمنا عن التيشو ستيم سيلز، وقلنا ان في ستيم سيلز موجوده في سجد جسمنا عايشه في اماكن معينه اسمها النيتشز. النيتشز لغه معناها نست. فبرضو الميكروبيوم ده بتوكيباي اماكن في هذه الانسجه. لو الميكروبيوم ده ما شغلش هذه الاماكن، ممكن تيجي باثوجينز من بره تشغل هذه الاماكن، وبالتالي هو بيمثل كومبيتيتيف انهبيتنج انفيجن ان كولونايزيشن باي بوتنشال باثوجينيك مايكروبس. لو هو ما ملاش النيتشز دي، هتيجي الباثوجينز وتملاها، فهو بيتخانق مع الباثوجينز على هذه الاماكن وبيحتلها. ف يعني بيسموها كومبيتيتيفلي انهبيتنج انفيجن، بينهبت الانفيجن بتاع الباثوجينز عن طريق كومبيتيشن، عن طريق منافسه، لان هو بيكولوناي. وطبعا لو هو ساب الاماكن دي، هتيجي الباثوجينز من بره وتعمل كولونايزيشن لاماكن الناس. فاول واحده هو بيحمينا بان الانسجه بتاعتنا دي يتم غزوها باكسترنال باثوجين. ثاني حاجه، من الحاجات الموجوده في الانتستين بتساعد على امتصاص الاكل، بتطلع كمان فيتامينز زي الفيتامين بي، خصوصا فيتامين بي 12، فيتامين سي وفيتامين كي. بيحافظ على الانتجريتي بتاعت الابيثيليوم في الاماكن اللي عايش فيها، وبينتين كمان النورمال فانكشن بتاع الانتستاينال اميون سيستم. هو بيحافظ على الابيثيليوم وعلى كمان الاميون سيستم في الاماكن اللي هو عايش فيها. المهم ان في بعض الامراض قليله بس ممكن تحصل بسبب الميكروبيوم دي، خصوصا لو الهوست ديفنس، زي مثلا يحصل بسبب الاستاف اوريوس والستريبتوكوكس بايوجينس موجودين عندنا في الجلد، يحصل سكين وسوفت تيشو انفكشن، او يحصل حب الشباب اكني عن طريق البروبيونو بايكتيريوم اكني، اسم البكتيريوم اللي عايشه في الجلد عندنا بروبيوني بكتيريوم اكني. او لو واحد بقى اهمل في غسيل السنين، البكتيريا اللي موجوده في الاورال كافيتي زي الستريبتوكوكس مايتس تعمل توث ديكي او تسوس في الاسنان. الانسان بنفسه ممكن يساهم في ان هو يغير الانفايرمنت اللي عايشه فيها مايكروبيوم، او يغير من تركيبه المايكروبيوم، وبالتالي يؤدي بينا الى حدوث ديزيز بسبب تغيير الكومبوزيشن بتاع المايكروبيوم. فدي اللي بيسموها ديس بايوسيس، يعني عمليه حصل خلل في التعايش السلمي ما بيننا وما بين المايكروبيوم بسبب حاجات الانسان بيعملها. مثلا اللي بياخد انتي بايوتكس لفترات طويله، الانتي بايوتكس بتنهبت الانتستاينال فلورا او الميكروبيوم اللي عايش في الانتستين، وبالتالي يضعف، وبالتالي يسمح باذر بكتيريا تنمو وتفلورش زي الكلوستريديوم ديفست اللي تعمل التهاب ساعتها في الانتستين. اخذناه قبل كده في واحده من النون ساتوريتد اكيوت انفلاميشن اسمها سودو ميمبرانس انفلاميشن. الاوبيستي لما الانسان يتخن، لو ان الميكروبيوم في الاوبيز بيشنت عايش خصوصا في الانتستين اقل في التنوع من الانسان الطبيعي، قالوا ده يبقى اكيد بسبب الاوبيستي والخلل اللي بيحصل في الميكروبيوم ده وقله التنوع في البكتيريا الموجوده، ده اكيد هي او قد يكون له لينك ديزيز المصاحبه للاوبيستي. نفس الكلام برضه على مجموعه امراض بتحصل في اسمها انفلاماتري باول ديزيز، برضه لقوا المرضى بتوع الانفلاماتوري باول ديزيز لقوا ان الستول بتاعهم، او لقوا ان الميكروبيوم الفلورا بتاعت الانتستين بتاعتهم اقل في التنوع من الانسان الطبيعي، فقالوا برضه ممكن يكون ليها علاقه بالمضاعفات اللي بتحصل في هذه الامراض.
ازاي بنشخص الانفكشس ايجنتس؟ الكلام بقى كله سهل، تاخد طبعا عينه من التيشو او عينه من الديسشارج اللي طالع بسبب الانفكشن، وتزرعه بره في المعامل، وممكن كمان طالما زرعت عشان تتعرف على البوزيتيف ايجنت ممكن تعمل له سنسيتيفيتي، تشوف انهي انتي بايوتيك مناسب ليه وبيموته عشان الطبيب يكتبه للمريض. طبعا ده اكتر بيحصل في البكتيريا. تمام، هيستوباثولوجي، ممكن في النسيج المصاب لو اخذنا منه عينه ممكن ايدنتيفاي بوزيتيف ايجنت سواء كان بكتيريا او فيروس بالانكلوجن بادز او فانجس باستخدام سبيشال ستيل زي النمور والميثيونين سيلفر وغيره. ممكن تاخد عينه من دم العيان سيرم سيرولوجي وتدور على اميونوجلوبولين، خصوصا اميونوجلوبولين ام، ده اللي بيزيد في الاكيوت انفكشن ضد السبيسيفيك انفكشس ايجنت اللي انت شاكك فيه، فتقدر تقيسه طبعا في بدايه الانفكشن، او ساعات بتقيسه مره عند بدايه الانفكشن زي ظهور الاعراض على المريض، وترجع تقيس تاني اميونوجلوبولين ام ليفل ضد هذا الانفكشس ايجنت بعد شهر شهر ونص من الانفكشن. ولو لقيت ان الليفل بتاع الاي جي ام زاد 4 مرات ده از كونسيدر دايجنوستيك فور ان البيشنت جاله اكيوت انفكشن بهذا الانفكشن. ممكن تدور طبعا على الماده الوراثيه بتاعت الانفكشن ايجنت البي سي ار، ممكن تدور كمان وتتعرف على الانفكشن ايجنت والمايكرونيزم عن طريق ان انت تحلل البروتين كونتنت الخاص بهذا الانفكشن ايجنت باستخدام جهاز اسمه ماس سبكتروميتري ده اللي اسمها بروتين. طبعا يعني ما ننساش ان الانيمالز بقت سورس اوف نيو باثوجينز ما كانتش معروفه قبل كده، كلهم من عائله الكورونا فايروس، حاجه اسمها الميرس السارس والكوفيد 19 حديثا. طبعا طبعا الانفكشس ايجنتس بيتم استخدامهم في الاسلحه البيولوجيه والايجنتس اوف بايو تيروريزم الارهاب والاسلحه البيولوجيه. وسي دي سي قسمت البايو ويبونز الى 3 كاتيجوريز اي وبي وسي. الاي دي اللي هي ديزيز ترانسميتد فروم بيرسون لبيرسون كوزنج هاي مورتاليتي هاي مورتاليتي ديزيزز، يعني امراض ذات يعني نسبه عاليه من الموت، تعمل ميجور بابليك هيلث وايد سبريد بانيك وسوشيال ديستربشن، ممكن تعمل بانديميكس. البي اقل ليس ايزي تو ديسمينيت مودريت موربيديتي لو مورتاليتي، وده غالبا في البي الامراض اللي خاصه بالفود والووتر اللي هو يعني تلوث الماء عام. السي ده اي باثوجنز بنقدر نعمل له انجينيرنج نخلقه في المعمل وننشره علشان نعمل له ماس ديسكريشن. في الامثله اللي موجوده في الكاتيجوري ايه زي الانتراكس والبوتوليزم والبليك الطاعون والسمول بوكس. كاتيجوري بي كلها امراض غالبا خاصه بالووتر والفود بويزنج، وكاتيجوري سي دي حاجات كلها بقى بتصنع علشان تعمل ماس ديسمينيشن زي النيتا فيروس والهانتا فيروس. طيب نستكمل بعد كده خطوات الانفكشن اللي بتحصل. اول خطوه طبعا في سلسله الانفكشن اللي ممكن تحصل باي انفكشن ايجنت هو الانتري، والانفكشس ايجنت هيخش لنا منين؟ اول ما كان ممكن يخش منه الانفكشس ايجنت هو السكن. اي ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في كل باب يقدر يخش منه الانفكشس ايجنت مقاومات ومواد تبقى حائط صد امام اي انفكشس ايجنت. فمثلا السكن الريتينايزد اوتر لاير يعتبر بارير قوي جدا قدام اي انفكشس ايجنت. فاتي اسيد اللي بتفرز في الجلد من خلال الغدد العرقيه و سبيشس جلان تعتبر برضه مايكروبوسايدل تقدر تموت اي انفكشس ايجنت. طالما في اسيد يبقى اللو بي اتش اللي بيتخلق في الجلد برضه يعتبر عائق لدخول اي انفكشس ايجنت. وبالتالي علشان الانفكشس ايجنت يخش من خلال السكين يبقى عندك احتمالين، لما هو فعلا اورجانيزم قوي قدر يخرج من السكين ويتغلب على كل هذه الخوائط زي الشيستوزوما دودة البلهارسيا او الدرماتوفايتس اللي هم الفانجاي اللي بيعملوا سبوتيشن، دول يقدروا يعملوا بليتشنج دايركت للسكين، او ان حصل سكين دامج
وبالتالي لو حصل دامج في السكين في اي بقى ميكروب ضعيف هيقدر يخش، زي لو حصل مثلا سكين مسريت التفحم حرق رهيب ادى الى ان السكين يبقى متفحم، او ان السكين حصل فيه كت او حصل فيه بيرن، او دخلت ابره في الجلد عشان تعمل مثلا انتروفينس لاين، او تيجي انسكت حشره تعمل بيتنج للسكين، تعمل بايتنج للجلد. فساعتها كل الحاجات دي هتفتح باب للميكروبس عشان تخش. فمثلا الفليز والتيكس والموسكيتوز والمايتس واللايس، كل دول انسكتس يقدروا يخرموا السكين وينقلوا الى السكين فيروسات عايشه فيهم، زي مثلا حاجه اسمها الاربو فيروس، وده لو وصل لجسم المريض او جسم الانسان هيعمل له يلو فيفر او انسفاليتس. ممكن بكتيريا تكون عايشه في هذه الكائنات مايتس والموسكيتس والحاجات دي، وبالبايتنج بتاعها في الجلد ده تخش، زي البليج الطاعون واللايم ديزيز، زي اللي احنا لسه بنجيب مثال ليه، لايم بوريليوزس وروكي ماونتن سبوت فيفر. ممكن بروتوزوا كمان تنقل من خلال الانسكت زي الملاريا والليشمانيا، وممكن هيمنت زي الفيلاريا برضو تنقل من خلال الانسكت. لو حصل ان السكين دامج ده حصل بسبب ووند او سيرجيكال انسيشن، فاشهر بكتيريا تخش وتعمل فيه انفكشن ستافيلو كوكاي. لو حصل دامج سكين بالبيرن، فساعتها اشهر بكتيريا تبقى سوديوموناس اورجينوسا، عيانين الدايابيتس او اللي عندهم قرح فراش او قرح بسبب البريشر، ده بيبقى مالتي بكتيريال انفكشن. النيدل تيكس، لو واحد شك بابره، ممكن الابره دي لو اتنقلت من مريض عنده فيروس وشكت شخص سليم، ممكن تنقله فيروسات زي الهيباتيتس بي وسي و اتش اي في، ونفتكر ان الاتش اي في نسبه حدوثها عاليه جدا 3%، بينما نسبه حدوث الهيباتيتس بي عاليه جدا 30%. طيب المكان الثاني اللي ممكن الميكروب يخش منه هو الجي اي تراكت، وبرضه دي حوائط الصد اللي موجوده في جهاز الهضم عشان تمنع اي ميكروب يخش جسمنا، الاتش سي ال اللي موجود في الاستومك، البنكرياتيك انزيمز، البايل. طالما هي ميوكس ممبرين يبقى الميوكس، ميوكس لير، وطالما الجي اي تي في ميوكس ممبرين يبقى تاني حاجه تقولها على طول انت تمام ديفنسيف، دي قلناها في الاميونوباثولوجي. وتالت حاجه في الميوكس ممبرين سكريتد اميونوجلوبولين ايه. اميونوجلوبولين ايه ده اشهر انتي بودي موجود عندنا في الميوكس ممبرين، يفرز من مجموعه من الميون سيلز الليمفوسايتس متجمعه تحت بتاع الميوكس ممبرين، نسميها المالت ميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو. والميوكوزا اسوشيتد ليمفويد تيشو ده بيبقى كفرد بابيثيليال سيلز بنسميها ام بروتين. واخر حاجه حمايه هي النورمال فلورا، بما اننا الجي اي تي نورمال فلورا، وكان في السكين برضو نورمال فلورا. طيب ازاي بقى البكتيريا تقدر تخترق كل هذه الحوائط الصد؟ لو حصل ان الجاستريك اسيديتي قلت، زي مثلا واهميه الجاستريك اسيديتي بتبان جدا في عدوى بالفيروس الكوليرا، الفيبرو كوليرا. الانسان الطبيعي عشان عنده جاستريك اسيديتي كويسه، فعلشان فيروس الكوليرا يجيب له مرض الكوليرا، انت محتاج يصاب بحوالي 10 ذا باور اوف 11% من الفيروس، كميه رهيبه من الفيروس. علشان يعني لو اخذ الكميه الرهيبه دي 10 ذا باور اوف 11 من الفيروس ساعتها هيجي لكم. طب الناس بقى اللي عندها لو جاستريك اسيديتي، عندها مرض في المعده، حيث ان افراز الاتش سي ال في المعده قل، العدد من الفيروس الكوليرا يتغير من 10 تو ذا باور اوف 11 وينزل الى 10000. فده يثبت اهميه الجاستريك اسيديتي في الحمايه من الانفكشس ايجنت. بسرعة كده زي ما قلت، الفيبرو كوليرا في الإنسان الطبيعي محتاج كمية رهيبة من الفيروس، في الإنسان اللي قلت فيه الجاستريك اتش سي ال يكفي قوي 10000، أو العدد ده هيقل 10000 مرة، وجرعة بسيطة من فيبرو كوليرا ممكن يجيب له. برضو البكتيريا اللي هي الشيجيلا والبروتوزوا اللي هي الجياردية،
كامله، اهميتهم او يعني قدرتهم على اصابه الجهاز الهضمي بتتمثل في ان هم بيرزيست الجاستريك اسيد، الوجود بتاعهم قوي فبيقدروا يقاوموا الجاستريك اتش سي ال وينزلوا يعملوا انفكشن. تقدر تبوظ برضه حوائط الصد بتاعه الجهاز الهضمي لما تدي انتي بايوتكس اللي هتضعف لك النورمال فلورا، وقلناها الانتي بايوتيك اللي هيضعف النورمال فلورا ويقلعوا الكلوستريديوم ديفيسيل ان هي تفرش وتعمل سودو ممبرين سبلايتس. البنكرياتيك لو الناس عندهم كرونيك بنكرياتيتس التهاب مزمن في البنكرياس وافراز البنكرياتيك انزيم قل، او لو الباول موتيليتي قلت وبالتالي البكتيريا هتفضل قاعده فتره اطول في الانتستين فكده زادت فرصتها ان هي تعمل انجوري في الانتستين. الام سيلز نفسها او الام بروتين، دي الام سيلز او الام بروتين، بعض الباثوجنز بيستخدموا الام سيلز علشان يخشوا جوه ينتقلوا من الانتستاينال يومن ويعبروا ويخشوا من خلال جدار الامعاء ويعملوا زي البوليو فيروس وزي الانتيرو باثيك اي كولاي شرشة كولاي البيبرو كوليرا والسالمونيلا السلوكات بتاعت التيفويد اللي بتعمل تيفويد فيفر الشيجيلا فليكسميراي، كل دول بيستخدموا الام بروتين اللي هو بيغطي المض اللي هو بيفرز لنا الايمونوجلوبولين ايه علشان يقدروا يخشوا من السباينال يومن الى جدار الامعاء. الفيروسات اللي تقدر تخش وتعدينا عن طريق الجي اي تي هيباتيتس اي فيروس مش بي ولا سي، الروتا فيروس اشهر الفيروسات اللي تعمل ووتر دايريا، البوليو فيروس، والبوليو فيروس ده قل دلوقتي خالص عشان دلوقتي بقينا بنطعم الاطفال بالبوليو فاكسين. واللي ياخد باله تلاقي كل الفيروسات دي نون انفلوب مش حواليها الليبيد انفلوب، لان كل الانفلوب فيروس اذا دخلوا من جي اي تي هيموتوا هيبقوا ان اكتيفيتد بالبايل والدايجستيف، لكن النون انفلوب سبحان الله النون انفلوب فيروس هم اللي يقدروا يخشوا ويعدونا في جي اي تي. طيب البكتيريا اللي تقدر تصيب الجهاز الهضمي عندنا نسميها انتيرو، انتيرو يعني انتستين، باثوجينيك يعني بتعمل مرض او باثولوجي بكتيريا، تقدر تعمل ديزيزز بثلاث طرق. البكتيريا اول طريقه ان هي تعمل توكسنز في الفود، يبقى انت اكل اكل ملوث في بكتيريا والبكتيريا برفعت في الفود وعملت توكسنز وحضرتك بلعت التوكسنز، فده سم سورت اوف فود بويزن التسمم في الاكل زي الستاف اوريوس والباسيلس سيريس، او ان البكتيريا حضرتك تاخدها وبعد كده لما البكتيريا توصل في الامعاء تفلورش تتغير تمسك وتبروليفريت وتعمل توكسنز. يبقى الاولانيه كانت توكسنز في الفود وحضرتك اكلته، ثاني الطريقه الثانيه ان تكون توكسنز في الانتستين زي البيبرو كوليرا والانتيرو توكسوجينيك ايكولاي، نوع من انواع الايكولايس من انتيرو توكسوجينيك عشان بيعمل توكسينز توكسوجينيك. او انفيجن بقى ان البكتيريا تقدر تخرم جدار الامعاء وتستقر في الوول بتاع الانتستين وتعمل فيه انفلاميشن زي الشيجيلا والمنيلا والكامبيلو باكتر، والبكتيريا بتاعت التايفويد فيفر اللي هي سالمونيلا انتيريكا سيروتايب 5 دي مش بس بتعمل انفكشن على قد الامعاء، ده بتخترق جدار الامعاء ومنه الى الميزنتريك لينف نودز ومنه الى الدم وتعمل سيستميك ديزيز. جياردي لاميا ده بروتوزوان، ده ما بيعملش انفيجن للانستاينال سيلز ولا بيخترق جدار الامعاء، ولكن بيمسك في الابيثيليال براش بوردر بتاعت الفيلاي بتاعت الانتستين، ولما يمسك في الفيلاي بتاعت الانتستين فكانه ادى حمل على الفيلاي فخلى الفيلاي تبقى بلانتين، يعني افقد الفيلاي شكلها كفيلاي وخلاها سطح مسطح، وافقد البراش بوردر بتاعت الابيثيليال سيلز بتاعت الفيلاي اللي كان من خلالها انسان الابيثيليال سيلز تقدر تعمل ابزوربشن، وبالتالي العين هيجي له مال ابزوربشن. غريب في الامر ان لما بنبص على عينات من الامعاء اصابه بالجارديا لاملا بنلاقي فيها كرونيك انفلاميشن، طب ازاي كرونيك انفلاميشن والبروتوزوا دي الجارديا لاملا لا عملت انفيجن للسيلز ولا دمرت ولا اخترقت ولا حاجه، ده كل اللي عاملاه عايش على سطح الفيلاي، وبالتالي فعلا الكرونيك انفلاميشن هنا رو ميكانيزمز ذات ار بورلي اندرستود مش عارف. فدي مثلا جارديا لاملا. حاجه ثانيه الكريبتوسبوريديا برضه بروتوزوا،
دي بتتاخد بقى تيكن اب باي ذا انتروسايتس، الانتروسايتس بتبلعها تدخلها جوه جواها، وبالتالي بتقدر تتكاثر جوه الانتستاين الابيثيليال سيلز، وطبعا بعدها هتعمل دامج في الابيثيليال سيلز يعني دامج في الميكوزا، تفقد الفلاي وتعمل طبعا انفلاميشن. انتاميبا هيستولوتيكا برضه دي بروتوزوا بتقتل الانتستاينال سيلز عن طريق الكونتاكت، يعني وانس هي لمست الانتستاينال ابيثيليال سيلز هتعمل فيها سايتولايسس، لايسس في الخليه. ليه؟ لانها بتطلع بروتين، الانتاميبا هيستولوتيكا بتطلع بروتين بيعمل شانل فورمينج فور، بيعمل فور بيعمل خروم في الانتستاينال ابيثيليال سيلز، وبالتالي بتدمر الانتستاينال ابيثيليال سيلز عن طريق هذه الخروم، بيعمل فيها لايسس، بالتالي يجي بالسريشن، تلاقي جزء من الميكوزا بتاعت الانتستين مفقوده لان الخلايا هنا ماتت، تعمل الالسريشن وطبعا تقدر تخترق الميكوزا بتاعت الانتستين وتعمل فيها انفلاميشن. للنيمفز مثلا الديدان، لان لو دوده كبيره وكميات كتيره زي الاسكاريس لامبريكويتس ممكن تعمل لك تعيش جوه اليوم بتاعت الانتستين وتعمل لك سبينال اوستراكشر، او ان الدوده تفضل قاعده لك في الانتستين وعماله تشفط من الاكل اللي جاي المواد الغذائيه المهمه زي مثلا الهوك وور، تشفط الحديد فتعمل اير ديفيشنسي انيميا، او دوده اسمها الدايفيلو بوثريوم ليتن تشفط الفيتامين بي 12 تتغذى الفيتامين بي 12، بالتالي الانسان مش هيستخدم الفيتامين بي 12 فيجي له فيتامين بي 12 ديفيشنسي اللي جاله بلاستيك انيميا. طيب وكده اتكلمنا عن السكين واتكلمنا عن الجي اي. المدخل الثالث الريسبيراتوري تراك، ايه هي حوائط الصد او مصادر الحمايه اللي ربنا خلقها لنا في الريسبيراتوري سيستم بتاعنا؟ اللايننج بتاع الريسبيراتوري تراك عباره عن سودو ستراتيفايد كولومنر سيليتد ابيثيليوم، بالتالي الابيثيليوم بتاع البرونكاي والبرونكيولز فيها سيليا تقدر تطرد اي حاجه تخش. ميوكاس لاير منها ميوكاس ممبرين يبقى ميوكاس لاير والديفنسز والسكريتوري يونوجلوبين ايه؟ مفيش هنا بكتيريا فلورا، لكن في يعني وسيله دفاع اخيره موجوده في الالفيولاي اسمها الالفيولار ماكروفاج. ازاي بقى الميكروب يقدر يخترق ده كله؟ ده بيعتمد على حجم الميكروب، يعني لو الميكروب لارج سايز ده يبقى سهل قوي يتمسك داب الميوكوسيلياري بلانكت، بلانكت يعني زي غطاء او فوطه مكونه من الميوكس اللي مفروز من الميوكس ممبرين بيتحرك بالسيليا، فاي لارج بارتكلز هتبقى تراب الميوكوسيلياري كفرنج ده اللي موجوده في النوز والابر ريسبيراتوري تراك، وانت بعد كده السيليا تحركها من باك اوف ذا ثروت، وبالتالي المريض يا يكح يا يبلع هذا التراب لارج بارتكل. لكن لو بارتكل صغيره بقى اقل من 5 مايكروب دي بقى كان اسكيب الميوكوسيلياري بلانكت ترافل دايركتلي للالفولاي، ساعتها يبقى ده خط الحمايه الاخير، البلر ماكروفاج يبلع هذه السمول بارتكل، او ان يحصل بقى انفلاميشن وتيجي النيوتروفيز وتشارك الماكروفاج في بلع هذه السمول بارتكل. الحاجات اللي ممكن تدمر لك بقى الديفنسز اللي في الريسبيراتوري سيستم، حاجه تبوظ لك الميكوسيلوري بلانكت زي السموكينج، اوكسيدز دي بتنهبت الاكشن اوف سيليا، وبالتالي سيليا مش هتشتغل، وبالتالي الانسان بيفقد وسيله دفاع مهمه جدا في الريسبيراتوري سيستم. مرض السيستيك فايبروزس اخذناه بيعمل فيري فيكس سكريشنز بتتلزق سيليا ما بتعرفش تتحرك، وبالتالي يبقى عرضه لريكرنت انفكشن. انتيوبيشن لو دخلت حضرتك تيوب علشان تعمل سم سورت اوف اسيستن للريسبيريشن لاحد المرضى، بالتالي التيوب ده ممكن يدخن معاه بكتيريا ويعمل انفكشن. جاستريك اسيد اسبيريشن، ساعات الناس اللي عندهم ارتجاع في البطيء الجاستريك كونتنت تفضل تطلع في الاسوفيجاس لحد ما توصل لفوق خالص وتخش كمان على اللارينكس ريسبيراتوري تراك، ده سيفير فورم اوف جاسترو اسفجير ريفلكس ديزيز. بعض البكتيريات زي الموفلس انفلونزا والمايكوبلازما نيمونيا والبورتاديلا بيرتاسس كل دول بيفرزوا توكسينز بتشل السيليا، وبالتالي الانسان بيبقى عرضه او بيفقد برضه جزء مهم جدا في البارير في الريسبيراتوري تراكت. بعض الفيروسات بقى ذكيه، دي بتستخبى من الميوكوسيلري كليرنس ميكانيزم، بتستخبى من الاميون سيستم بتاع جسمنا
جوه الابيثيليال سيلز بتاعت اللور ريسبيراتوري تراكت والفارنكس زي الانفلونزا فيروس. الانفلونزا فيروس اول ما بيجي بيخش على الفارنكس. كده ما اقول لك انا عندي وجع في زوري، لان الفيروس بيخش بيستخبى جوه الابيثيليال سيلز بتاعت الفارنكس. بعد كده بيبدا بقى يتكاثر، ولما يطلع بقى كتير جدا ويعمل الانفلونزا فيروس. او بعض البكتيريا القويه زي بكتيريا السول بتقدر تتغلب على الماكروفاج. الماكروفاج بتبلع بكتيريا السول، لكن تيجي تحاول تهضمها ما بتعرفش. بكتيريا السول بتوقف الفاجولايزوزومال اكتيفيتي بتاعت الماكروفاج. في بعض البكتيريات زي الستريبتوكوكس نيومونيا والستاف كوريس ما تعملش التهاب في الرئه في الالفيولاري نيومونيا الا بعد انفلونزا، الا بعد فايرال انفكشن. عشان الفايرال انفكشن يفقد او يبوظ السيلييتد ابيثيليوم. قلنا ان الانفلونزا فيروس بالذات يعيش جوه الفارينكس واللور ريسبيراتوري تراكت، فممكن يبوظ السيلييتد ابيثيليوم بتاع الريسبيراتوري تراكت. وبالتالي لما تبوظ السيليا تفتح الباب بقى قدام بعض البكتيريا ان هي تخش وتعمل نيمونيا، ده الستريبتوكوكس نيمونيا والستاف اوريوس. لو انسان اصيب بفنجس ده غالبا اوبورتونستيك انفكشن، وغالبا بيحصل لما الاميونتي تبوظ سواء كانت السيلولار اميونتي او حتى الليوكوسايت اللي في المنطقه. تالي على كده النيوموسايت جوبرسي البيشنتس اللي عندهم ايدز، والناس اللي بتاخد كيمو ثيرابي وبيقل عدد الليوكوسايت عندها بسبب الكيمو ثيرابي، بيبقوا عرضه اكثر ان هم يجي لهم اسبرجيلس سبيشيز، نوع من انواع الفنجال انفكشن ممكن يضرب اللنج. المكان الثالث اليوروجينيتال تراك، وهو مكانين يوروجينيتال يعني اليورين سيستم والجينيتال، ودول حوائط الصد اللي موجوده فيهم في اليورين تراك فريكوينت بلادر فلاشنج واليورين. انت كل شويه بتخش تعمل يورينيشن، فانت كده بتنظف المثانه من اي بكتيريا، لان عمليه الفلاشنج بتاع اليورين ده لا بيشيل اي بكتيريا ممكن تكون موجوده عندك في اليورين، فانت بتنظف المثانه على طول كل شويه باليورينيشن. الجينيتال تراكت اهم حاجه في الفاجينا بتاعت الفيمين، في عندنا كومنسنس، عندنا مايكروبيوم اسمهم لاكتوباسيلس، دي بتحول الجلايكوجين في الفاجينا الى اسيد، فبتقلل البي اتش، يعمل سام سورت اوف اسيدك بي اتش في الفاجينا، وبالتالي بتقلل الجروس بتاع انفكشس بيشنت خصوصا الفنجس. عشان تبوظ المكان ده بوظ البلادر، عشان تقلل الفلاش تعمل حاجه اسمها بلادر اتونيا. يعني ضعف في عضله المثانه، وبالتالي الانسان ما بيعرفش يعمل فريكوينت فلاشن. الباب معظمها نيورولوجيكال، الاعصاب اللي بتخلي المثانه تنقبض وتضرب اليورين فيها مشكله. او ان المثانه جايه بتشتغل كويس بس جاي اليورين يطلع بره في اوبستراكشن، في حصوه. وبالتالي هذا الاستيزيس هينفايت انفكشن. عشان كده دايما نقول اي استيزيس سواء في الجي اي تي سنه الاوبستراكشن، او بايل استيزيس لو في حصوه في الجول بلادر، او حتى يورينري ستون في المثانه، اي ستيزس اي اوبستراكشن اي ستيزس هيعمل انفكشن انفايت. او حاجه اسمها ريفلكس، ان انت غيرت مسار اليورين، بدل ما المفروض اليورين يطلع من المثانه الى اليوريثرا الى الخارج، لا انت بقى رجعت اليورين الى اليوريثر. حاجه اسمها فيزايت يوريثر ريفلكس. وبالتالي لو في بكتيريا عندك في البلادر مش هتطلع بره، دي هترجع لليوريثر. عشان تبوظ بقى موضوع اللاكتوباسيلس في الفاجينا، برضه انتي بايوتكس تموت اللاكتوباسيلس، وبالتالي تخلي الفاجينا عرضه اكتر ان هو يجي لها فانجل انفكشن خصوصا كانديدا انفكشن. وممكن برضه حاجات تغير اللاكتوباسيلس، مش بس انتي بايوتك، ده الهرمونال ستيت بتاعت الفيميل. يعني مثلا الناس اللي عندهم جينز تريجنال، الهرمونال امبالانس ده بيأثر برضه على اللاكتوباسيلس وبيضعفها، وبتخلي الفاجينا عرضه ان يجي له يجي لهم كانديدا انفكشن. بكتيريا اسمها نيسيريا جونوريا والايكولاي ده يقدروا يمسكوا في الابيثيليوم بتاع اليورينري بلادر، وبالتالي يقدروا يقاوموا الفلاشن. مش بالسهل اليورين اللي نازل ده ياخدهم وينزلهم، لان هم عندهم قدره على انهم يمسكوا في الابيثيليوم بتاع اليورينري بلادر، فمش بالسهل يتغسلوا في اليورينري فلو. دايما ابدا ان التراكت انفكشن واكثر في الفيميل، لان الديستنس بتاع اليوريثرا عندهم 5 سم، بينما الديستنس
يوريثرا في الميلز 20 سم، وبالتالي فرصه البكتيريا ان هي تخش من بره الى اليورينري سيستم في الفيميل اكتر، لان اليوريثرا بتاعتها قصيره. بينما عشان بقى بكتيريا تخش في الميل وتطلع 20 سم توصل للمثانه وتعمل فيه انفكشن، ده يعني محتاج بكتيريا قويه جدا. قلنا قبل كده ان بعض الباثوجينز يقدروا ينتقلوا من انيمال الى هيومن. احنا ضربنا امثله على باثوجينز ينتقلوا بانسكت بايت الى هيومن. هنا برضو انيمال تقدر تنقل انفكشن لهيومن، دول بيسموها زون نوتيك انفكشن، زو جاي من زو يعني حيوان. يا اما دايركت كونتاكت ما بين الانسان والانيمال المصاب، او ان الانسان بيتغذى على برودكتس من الانيمال المصاب. طبعا شفناها في الكوفيد، وشفناها في الماد كاو ديزيز، وشفناها كمان في السل. او ان يجي بقى انسكت ياخد الانفكشن او ياخد الباثوجين من الانيمال، وبعد كده الانسكت ده يروح يلسع الانسان او يقرص الانسان وينقله هذا الباثوجين. انفيرتبريت بيكتر. ملخص الموضوع ده كله او اللي ياخد باله ان الريسبيراتوري والجي اي تي والجينيتو يورينري تراكت انفكشن اللي بيحصلوا في هيلثي انديفيديوال دول بيحصلوا بسترونج مايكرو اورجانيزم بيقدروا يخترقوا هذه الابيثيليال باريير. لكن السكين انفكشن غالبا لما بتحصل في هيلثي انديفيديوالز بتحصل باورجانيزمز ضعيفه، واكتسبت القدره على هذا الانفكشن عن طريق بريك ثرو، سواء قلنا البريك ده بانسكت سواء بميديكال يوز اي في لاين او نيدل. طيب بعد ما الميكروب دخل هيديسيمينيت هينتشر. لم بعض الميكروبس ذات حلال فبروليفيريت لوكالي فقط ات ذا سايت اوف الانتر، فزي مثلا بكتيريا فيبرو كوليرا بتاعت الكوليرا هتتكسر بس في الانتر. او لو هيومن بابيلوما فيروس قبل كده مع الانتروجينيك فيروس ده هتتكاثر في الابيثيريال سيل فقط. وبرده الدرماتوفايتس اللي هم الفنجاي اللي بيعملوا سوبرفيشال فنجر انفكشن هيتكاثر بس. لكن من اسف بعض الميكروبس بتنتريت بقى الابيثيريال باريرز ويسبريد الى ديستنت سايت، تنتشر الى ديستنت سايت عن طريق الليمفاتيك بلاد زيهم زي الكانسر سيلز والنيرف. مثلا الستاك اوريوس بكتيريا بتفرز انزيمات تكسر التيشو اللي هي دخلته، وبالتالي تعمل دايركت انفيجن للتيشو. فيروسات زي البوليو فيروس والهيباتيتس بي فيروس، موست اوف ذا بكتيريا والفنجاي، بعض البروتوزوا زي الافريكان تريبانوزومز وكل الهلمنتس، كل دول بيبقى ترانسبورتد في البلازما، يسبحوا في البلازما. ومن كرم الجسم الليكوسايتس تقدر تحمل بعض الفيروسات زي الهيربس فيروس طبعا، والمايكوبكتيريا والليشمانيا والتوكسوبلازما، كل دول الليكوسايتس تحملهم ويسبريد دم انتو ار بي سيز كمان بتساهم في هذا الهرم، تحمل البلاسموديوم والباكتيريا. الفيروسات تقدر تسبريد لوكالي من سيل الى سيل عن طريق ان هي تتكاثر في الخليه، وبعد كده تفرقع الخليه وتطلع الفيريونز فيروسات صغيره وتعدي بيها اذر سيلز، او تنتقل من خليه مصابه الى خليه غير مصابه عن طريق ان هي تعمل فيوجن ما بين الخليه المصابه وما بين الخليه غير مصابه. بعض الفيروسات تقدر تنتشر من خلال نيرفز زي الريبس فيروس. الريبس فيروس اللي هو الفيروس المسؤول عن مرض السعار، لما انسان بيبقى بيتن بيتعض بكلب مسعور ريبد انيمال عنده هذا الفيروس، فالفيروس بيخش من خلال العظم بينتشر ويصعد من خلال النيرفز الى المخ بتاع هذا البيشنت ويعمل فيه انسفاليتس بس. والفيروس اللي احنا ضربنا بيه مثال فاريسيلا زوستر فيروس اللي اول ما يعمل اكيوت انفكشن يجري ويستخبى في الدورس دي الجانجليا ويفضل قاعد فيها مستني الفرصه ان يضعف وبالتالي يفورش اجين ويعمل ديزيز. بالتالي عرفنا بقى ان ازاي الفاريسيلا زوستر بالميسنس بيخش من خلال الريسبيراتوري سيستم، بس بيعملوا سكن راش عشان بيبقوا ديسمينيتد ويوصلوا لحتت كتيره في الجسم. البوليو فيروس
يخش من خلال الجي اي تي، بس بيوصل لليورونز، للموتور نيورونز بينهارهم ويعمل باراليسس، الخلايا العصبيه المسؤوله عن الحركه. الشيستوزوما مدودة البلهارسة بنوعيها المنسوناي بتخرج من السكين، يعني هي بتبدأ رحلتها من السكين توصل في الآخر إلى البلاد فيزلز اللي موجودة في البورتال سيركيوليشن والبلاد فيزلز حوالين الانتستين في الميزن، بالتالي بتوصل إن هي دخلت من الجلد بس بتروح تدمر الليفر والانتستين. هيماتوبيان بقى اللي هي أخت المنسوناي دي بتخترق برضو الجلد بس بتحب قوي الجهاز البولي، فبتعيش في الفينز اللي حوالين اليورين والبلادر، توصل لينو بدر وتعمل انفلاميشن ودامج في اللينو بدر نسميه سيستايت. وادي قصه الريبز فيروس، لان بتبدا من عضه بريبد انيمال، قالك ريبد هنا بالاي او سوري هنا البي فور بوك، لكن لو قلت رابيد تي يبقى انيمال سريع، ريبد انيمال انيمال مسعور ويعض بني ادم، والفيروس يخش من خلال العضه وينتشر من خلال السنسوري نيرفز يوصل للبرين ويعمل انسفالايتس التهاب في المخ. طيب يبقى كده الميكروب دخل انتري وانتشر ديسمينيشن، ما نشوف بقى ازاي هيعمل الديزيز. بعض الميكروبس جاست لو عملت كونتاكت مع الهوست سيل او دخلت الهوست سيل هتعمل فيهم ديس. بعض الميكروبس طلع توكسنز اللي تقدر تموت السيلز، بعض ما يكون تطلع انزيمز اللي تقدر تكسر التشو وتعمل دامج للبلود فيزلز وتعمل كيميك نكروزس في الناس. هي اما بالدايركت كونتاكت ما بينها وما بين الخلايا او انتري في الخلايا، او تطلع يا توكسنز يا انزيمز اللي هتكسر لك وتعمل لك او ممكن تكسر لك وتعمل كيميك. بعض الميكروبس ملهاش بقى دايركت سايتوباثيك، يعني ما بتقدرش تعمل هي ولا بتطلع ولا اي حاجه خالص، ولكن الكوز اوف دامج للاسف بيبقى بسبب الاميون ريسبونس للضغط. بالرغم ان الاميون ريسبونس بيبقى دايركتد للانفيدر للميكروب، ولكن لسوء الحظ بيحصل تيشو دامج بسبب الاميون ريسبونس وليس بسبب البكتيريا. مثلا اتش بايلوري اشهر اللي هي البكتيريا العنقوديه اللي بتعمل هبات في المعده، بتعمل قرح في المعده، دي مش ما بتعملش اي حاجه. ونفس الفكرة على الهيباتيتس فيروس. فمثلا بكتيريا السل مايكوباكتيريوم توبركلوز الاميون ريسبونس ضدها هو اللي بيعمل تيشو دامج، الاميون ريسبونس بيبقى ان ذا فورم اوف جرانيولوماتس ريسبونس بيعمل تيشو دامج وفايبروس. هيباتيتس بي والهيباتيتس سي فيروس اللي هم فيروسات التهاب الكبد الوبائي، هو بيخش وبيصيبوا خلايا الكبد، الدمج اللي بيحصل في خلايا الكبد از مينلي ديو تو الاميون ريسبونس للانفكتد ليفر سيلز، لان لما الفيروسات دي بتنفكت الليفر سيلز تستفز السي دي اي بوزيتيف تي لينفوسايتس اللي هتيجي وتدمر خلايا المصابه وخلايا الكبد. بعض الانتي بوديز اللي جهاز المناعه بيفرزها ضد بعض البكتيريا بتكروس رياكت مع البودي سيلز والبودي تيشو اللي هي للاسف بتتشابه لحد ما مع الانتيجينز بتاعه البكتيريا اللي استفزت هذه الانتي بودي. مثلا المرض الروماتيك هارت ديزيز ده بيحصل بسبب ان الانتي بوديز راحت كسرت مكونات الفالفز ومكونات الهارت وول لانها تشابهت مع الميكروب اللي عملها، هم تشابهت مع الميكروب اللي دخل جسم المريض. يا اما الانتي بودز يبقى دايركتد اجينست دايركتد اجينست الانتيجينز يكروس رياكت مع هوست تيشو، او الانتي بودي اتحد مع البكتيريا الانتيجين وعملوا امين كومبلكسز اللي لفوا لفتين في الدم وراحوا استقروا في احد الاوعيه الدمويه وعملوا الالتهاب. فايس في هذا الستريبت رياكشن زي البوست ستريبتوكوكال جلوميرولونيفرايتس بعد الاصابه بستريبتوكوكس بايجينس. او ان الامين ريسبونس يبقى ان ذا فورم اوف كرونيك انفلاميشن epithelial injury اللي ممكن يؤدي بينا في الاخر الى malignance، يعني انت عندك بكتيريا زي الاتش بايلوري دخلت عملت انفلاميشن في المعده، والكرونيك انفلاميشن اللي حصل ريسبونس بتاع الاميون سيستم بقى من البكتيريا دي والابيثيليال انجري اللي حصل كل ده ممكن يؤدي الى malignance. او برضه الهيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي فيروس في الهيباتيتس ليفر يؤدي بينا الى ليفر كانسر، مش بسبب ان الهيليكوباكتر بايلوري والهيباتيتس بي فيروس سي ار اونكوجينيك، فهو بسبب ان الكرونيك انفلاميشن الابيثيليال انجري اللي بيحصله في المناخ
ومادة خاصة للخلايا تتكاثر، طالما عندك انفكشس ايجنت قاعد لك تكاثر الخلايا ده في محاولة الريبير هيتعرض للإفكت بتاع البكتيريا والإيريتنس اللي موجودة فيؤدي بنا إلى يبقى الكوزنج ديزيز، يا إما دايركتلي بالإنفكشس ايجنت سواء كونتاكت أو ديس أوف ذا انفكتد سيلز أو إخراج توكسينز أو إخراج انزيمز، أو للأسف إن الدمج بيحصل بسبب إميون ريسبونس. ضربنا أمثلة على الجرانيلوماتس انفلاميشن في السول والتي سيل في الهيباتيتس بي والسي، الانتي بوديز يا اما يكروس رياكت مع بودي انتيجين سيميلر تو الانفكشس انتيجين، او يعمل امين كومبلكس مع الانتيجين ويعمل لنا جلوميرولونيفريتس، او ان الكرونيك انفلاميشن مثل الانجر اللي بيحصل ده يؤدي لنا في الاخر زي جاستريك كانسر في الهليكوباكتر بايلوري، ليفر كانسر في الهيباتيتس. طيب طب ازاي الميكروب يقدر يهرب من الاميون سيستم؟ خدنا ازاي الكانسر سيلز تهرب من الاميون سيستم، طب ازاي بقى الميكروب يقدر يهرب من الاميون سيستم؟ هنمسكها بالترتيب الزمني. اولا الميكروب يغير من الانتيجينز بتاعته، هيعمل انتيجينيك فاريشن، وبالتالي الانتيبودي اللي هتتكون ضد الانتيجينز بتاعت هذا الميكروب، لما الميكروب يغير من الانتيجين فالانتيبودي مش هتقدر تمسك فيه، وكانت وظيفه الانتيبودي ان هي تترسب على سطح الميكروب وتساعد عمليه الفاجوسيتوزيس او تنشط الكومبلمنت اللي هيؤدي بنا في الاخر الى تسليم الميكروب وهو انفلاميشن. فلما بتغير الانتيجينز الميكروب يغير الانتيجين هيهرب من الانتي بودي، بالتالي يهرب من الفاجوسيتوزس ويهرب من الكومبلمنت اكتيفيشن. ثاني حاجه في طريقه ثانيه يقدر الميكروب يهرب برضه من الانتي بوديز ويهرب من الكومبلمنت، ان الميكروب يستخبى من الانتي بودي والكومبلمنت جوه السيل. فمثلا بكتيريا السول بتنشط الالترنت باثوي بالكومبلمنت وتخلي الكومبلمنت بروتين يترسب على سطح البكتيريا، بس تخليه بقى ساعتها الكومبلمنت اللي هيترسب على سطح البكتيريا دي يتاكل بالماكروفاج، وده الهدف بتاعها، الهدف ان هي توصل جوه الماكروفاج وتستقر جوه الماكروفاج، انها هي عندها القدره على انها تبلوك الفيوجن ما بين الفاجوسوم اللي هي قاعده فيه واللايزوسوم. بالتالي هتستغل الماكروفاج انها تخليها تتكاثر جواها من غير ما تقدر الماكروفاج تموت. بالتالي لما البكتيريا السول مايكوبكتيريا تبركلوز تتخبى جوه الماكروفاج هتستخبى من الميون سيستم. بكتيريا اخرى زي الاستيريا مونوسايتوجينز دي بتغير في السيتوسكيلتون بتاعت الانفكتد سيل وتخلي البكتيريا دي يعني تنتشر من سل الى سل دايركتلي من غير ما تتعرض ولا تظهر بره الخليه ولا تتعرض للاميون سيستم خالص، وبالتالي تقدر البكتيريا تهرب من الاميون ريسبونس. طيب يبقى كده قدرنا او قدرت الميكروب تهرب من الانتي بودي والكومبلمنت، سواء انتيجينيك فاريشن هربت من الانتي بودي، وسواء ان هي تستخبى جوه السل فتهرب من الانتي بودي والكومبلمنت. ازاي البكتيريا او الميكروب يقدر يهرب من الانتي مايكروبيال بيبتايدز؟ هي زي الديفنسنس الحاجات اللي بتفرز من الاميون سيستم او من الميوكوس ميمبرين، او مجموعه اخرى برضه اسمها كاتاليست جينز زي الديفنسنس كده برضه وتاكت از انتي مايكروبيال بيبتايدز. دي علشان تقوم بوظيفتها لازم تمسك في سطح الميكروب وتموته، فالميكروب يقدر يهرب منها ان هو يغير من سطحه سواء التشارج اللي على سطحه او الهيدروفوب يعني هيدرو يعني ميه وفوبو يعني كره، ممكن يغير من صفات الموليكولز اللي على سطحه ده الميكروب علشان ينهبت البيبتايدز ان هي تمسك فيه، سواء يغير التشارج بوزيتيف او نيجاتيف تشارج او يغير من كرهه وحبه للماء فالبيبتايد ما يقدرش يمسك فيه، او لو ان البيبتايد مسكت فيه يقدر يفرز بروتييز يكسر البيبتايد. طيب ولو البيبتايد مسكت فيه ودخلت فيه وهتبدا بقى تعمل الانجري للميكروب، يقدر يعمل بامبس يطلع البيبتايد بره، يبقى يا اما يمنع البيبتايد من الاول ان هي تمسك فيه، يا يطلع بروتييز يكسر البيبتايد اللي مسكت فيه، او لو البيبتايد دي مسكت ودخلت فيه وهتبدا تعمل انجري في الميكروب، يقدر الميكروب كمان يعمل لها بامب ويطردها بره.
طيب لو بقى الميكروب فشل في ده كله ومسكت فيه الانتي بودي ومسك فيه الكومبلمنت، وهنيجي لمرحله ان السل هتيجي تبلعه، الماكروفاج هتيجي تبلعه، هل يقدر الميكروب يهرب من الفاجوس؟ هتسال لك اه، ان بعض البكتيريا عندها كربوهيدرات كبسول، بتحوطها بكربوهيدرات كبسول، اللي يقدر يقاوم الفاجوسيتوزيس بالنيوتروفيلز. فأشهر بكتيريا عندها الكربوهيدرات كبسول دي، كبسول كانت خدناها في النيسيريا مينجيتيدس، مينجيتيدس اللي هي بتعمل مينجيتس بتاعت الماك بتاعت الكومبلكس، وستريبتوكوكس نيومونيا. الستريبتوكوكس نيومونيا دي بتعمل نيومونيا، التهاب في الرئه، والنيسيريا دي بتعمل التهاب في المينجيت، الغشية المغلفة للبرين، والهيموفيلس انفلونزا. فهذه الكربوهيدرات كبسولة اللي على سطح هذه البكتيريا بتبريفنت الفاجوسيتوزيس بالنيوتروفيل. كمان بعض البكتيريا بيبقى على سطحها بروتينات، مش كربوهيدرات كبسول بقى، بروتينات اللي بتنهبت الفاجوسيتوزيس، ما بتخليش الفاجوسيت اكسس تقدر تطلع. زي مثلا بروتين اسمه بروتين اي على سطح ستاف اوريوس، او بروتين ام على سطح ستريبتوكوكس فايجينس. ما بين البروتين ام ده والبكتيريا سيلز اللي اسمها الام سيلز اللي موجوده ومحوطه مالت بكل شيء من فوق ده اسمه ام بروتين بتاع ستريبتوكوكس فايجينس، ده بيبريفنت الفاجوسايتوزيس. طيب افرض ميكروب اتبلع، هل يقدر يوقف او يقاوم الفاجوسيتيك كيلينج؟ قال لك اه، لسه قايل ان الميكوبكتيريوم تيوبركلوزس بكتيريا السل بتبلوك الفيوجن ما بين اللايزوزوم والفاجوسوم اللي هي فيها، وبالتالي مش هيخلي الفاجوسوم يلحم في اللايزوم، وبالتالي اللاو البكتيريا تو بروليفريت ان ده ماكروفاج. طيب ده الاخر، الليجونيلا بكتيريا بتقدر تعمل بتفرز بروتين يعمل بورز مع تو فوسفولايبيزس، يعني البروتين ده يعمل بور اسمه بور فورمينج بروتين، او اسمه ليستريولايسين او ليسترو عشان ده البكتيريا، لايسين بيعمل لايسيز ليستيرولايسين او مع تو فوسفولايبيزس، يقدروا يكسروا الفاجوسوم ممبرين. يعني الماكروفاج عملت اللي عليها وبلعت الليجونيلا في الفاجوسوم، تقدر الليجونيلا تخرم الفاجوسوم. بكتيريا السل هتقعد مستقره في الفاجوسوم بس هتمنع التحام اللايزوزوم على الفاجوسوم، الليجونيلا لا، بعد ما تتبلع في الفاجوسوم هتخرم الفاجوسوم، تطلع البكتيريا في السيتوبلازم بتاع الماكروفاج وتقعد فيه. دي الليجونيلا. الليجونيلا كمان بتفرز بروتينات، بروتينز تأثر على حاجه اسمها الجي تي بيسز، موضوع الراس والجي تي بيس اللي بتريجوليت الانترا سيلولار سيجنالينج تو موديفاي ترافيك. وانت عشان توصل اللايزوزومز للفاجوسوم محتاج زي ما قلت قبل كده بروتينات تاخد اللايزوزوم وتلحمها في الفاجوسوم، فالجي تي بيسز داخله في البروسيس بتاع ترافيكنج ده، فتقدر الليجونيلا برضو تفرز بروتينات بتعدل من الجي تي بيسز علشان ما تخليش اللايزوزوم تلحم في الفاجوسوم، وفي نفس الوقت تطلع بقى البروتينات والفوسفولايبيزات بتاعتها، الفوسفولايبيزات بتاعتها علشان تخرم الفاجوسوم وتهرب وتستقر في السيتوبلازم بتاع الفاجوسوم. طيب لو حصل بقى، وهنروح ننشط الانفلاموسوم، نفتكر الانفلاموسوم ده موجود في اي دامج سيل، وكان واحد من السنسورز بتوع الانفلاميشن ان لو الدامج سيلز حست ان في دامج، حصل تشينج في الميتابولايتس بتاعها، قل البوتاسيوم، ديرينجمنت حصل جواها، يبدا الانفلاموسوم ينشط ويطلع ميديتورز عشان يعمل انفلاميشن. فممكن البكتيريا كمان زي اليسينيا والسالمونيلا توقف عمل الانفلاموسوم وما تخليش السل تضرب حاجه. اليرسينيا والسالمونيلا بكتيريا بتكسبريس بروتينز ذات انهبيت ذا فورميشن اوف انفلاموسوم، او توقف، او البكتيريا توقف السيجنالينج باث ويز بتاعت الانفلاموسوم اكتيفيشن، وبالتالي طالما عملت بلوكنج للانفلاموسوم فمش هيحصل انفلاميشن، المين سيستم مش هيضرب اي حاجه خالص. الفيروسات تقدر تديسربت الانترفيرون باث واي، احنا قلنا قبل كده في الانيت اميونيتي كان الاوت كام يا انفلاميشن يا انتي فايرال عن طريق الانترفيرون. فالفيروسات علشان تهرب من موضوع الانترفيرون وتقاومه، بعض الفيروسات الفيروسات تفرز اشباه للانترفيرون ريسبتورز اللي تروح ماسكه وتوقف عمل الانترفيرونز اللي طالعه، يعني الميون سيستم حس بالفيروس وافرز انترفيرونز، تيجي الانترفيرونز المفروض تمسك بقى في الفيروس في الفيرال انفكتد سيلز،
لا ده الفيروسات بقى تفرز هومولوجز يعني اشباه للانترفيرون ريسبتورز اللي تلحم في الانترفيرونز اللي طالع وتبعد خالص الانترفيرونز اللي طالع عن الاميون سيستم. طيب في فيروسات تطلع بروتينات تنهبت السيجنالينج باث واي اللي بينشطوا الانترفيرون لما يمسك في الانترفيرون ريسبتورز اللي على سطح الانفكتد سيل. والسيجنالينج باث واي ده من خلال الجاك ستات سيجنالينج باث واي، فبعض الفيروسات تنهبت الجاك ستات سيجنالينج باث واي وبالتالي حتى لو الانترفيرون مسك في الانترفيرون ريسبتور وهيشتغل وهيعمل انتي فايرال هيقف كل حاجه لان السيجنالينج باث واي انهبت. طيب لو الانترفيرون مسك في الانترفيرون ريسبتور على سطح الفيرال انفكتد سيلز وهيجي يعمل ابوبتوزس في الخليه المصابه بالفيروس، فيجي الانترفيرون تطلع الفيروسز اللي في الانفكتد سيلز تطلع بلوكرز توقف الابوبتوزس. برضه ماسكين القصه من الاول. الفيروسات تمنع الانترفيرون يمسك في الانترفيرون ريسبتور ان هو ان هي تخلق له انترفيرون ريسبتور يمسك فيه بعيد عن الفيرال انفكتد سيلز. طب الانترفيرون مسك في الانترفيرون ريسبتور على سطح الفيرال انفكتد سيلز، الفيروسات تفرز او توقف السيجنالينج باث واي. طب الانترفيرون اشتغل وهيعمل ابوبتوزس، الفيروسات توقف الابوبتوزس. بس ده كمان بعض الفيروسات تفرز اشباه للسيتوكاينز والكيموكاينز اللي هي تعاكس السيتوكاينز الحقيقيه والكيموكاينز الحقيقيه اللي طالعه علشان تعمل اميون ريسبونس، هي تطلع اشباههم وتخلي اشباههم يتخانقوا مع اللي طالعين بعيد عنهم والفيروسات تعيش في سلام والفيرال انفكتد سيلز تعيش في سلام. اخر اتنين دول خاصين بقى بالتي سيل ريسبونس. فالفيروس برضه انفكت الفيروس يقدر يوقف عمل السي دي 4 بوزيتيف تي هيلبر سيل والسي دي 8 بوزيتيف سيتوكسيك تي سيل عن طريق ان هو يقلل من كميه الام اتش سي موليكولز اللي على سطح الخلايا. فلما يقلل الكلاس 1 ام اتش سي موليكول على سطح الفيرال انفكتد سيلز ده فعلا مش هيخلي السي دي 8 بوزيتيف تتعرف على الفيرال انفكتد سيلز وتنشط. في نفس الوقت لما يقل الكلاس 1 ام اتش سي مونيكل على الفيرال انفكتد سيل مش هنجيب سي دي 8 بوزيتيف لكن هنجيب ناتشورال كيلر سيلز. تبدا ناتشورال كيلر سيلز تنشط لما تلاقي الام اتش سي كلاس 1 قلت، تبدا تروح علشان تهاجم هذه الخليه اللي قل على سطحها الكلاس 1. ده معناه ان في ايه؟ في خلل في هذه الخليه. فبرضه الفيروسات تقدر يعني تصد الناتشورال كيلر سيل. مثلا الهربس فيروس تفرز على سطح الانفكتد سيلز اللي هي قاعده فيها هومولوجز للكلاس 1 ام اتش سي مولكيول، وبالتالي لما الناتشورال كيلر سيلز هتيجي هتلاقي ان في كلاس 1 ام اتش سي مولكيولز ظهرت على سطح الفيرال انفكتد سيلز، وبالتالي لما الناتشورال كيلر سيلز هتيجي هتلاقي كلاس 1 ام اتش سي مولكيولز جاذبه خادعه، بس لما هتمسك فيها هتزيد الانهبيتوري ريسبتورز على سطح الناتشورال كيلر سيلز والناتشورال كيلر سيلز تبقى انهبيت. كمان الهربس فيروس بعيد بقى عن الناتشورال كيلر سيلز والسي دي 8 بوزيتيف سيتوكسيك تي سيلز بتقلل كمان الكلاس 2 ان اتش سي مولكيولز على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل، تعمل لها ديجراديشن او تعمل حتى امبيرمنت ما بين الاسوشيشن اوف كلاس 2 ان اتش سي على سطح الانتيجين بريزنتنج سيل وما بين المولكيولز على سطح السي دي 4 بوزيتيف هيلبر تي سيلز، وبالتالي توقف عمل برضه سي دي 4 بوزيتيف هيلبر تي سيل. اخر طريقه ان ممكن الفيروسات اب ريجوليت الانهبيتوري سيجنال زي البي دي 1 وبالتالي نعمل انهبيشن للتي سيل ريسبونس. وزي الميكروب هرب من الاميون سيستم غير الانتيجينز على سطحه فهرب من موضوع الانتي بودي، تخبى جوه الابيثيليال سيلز فهرب من الانتي بودي والكومبلمنت، صد الانتي مايكروبيا بيبتايد زي الدفتنسنز والكاتاليستين، يا اما ما يخليش البيبتايد يمسك على سطحه، يا اما لو مسك في سطحه يكسره بالبروتيزس، او لو دخل جواه هذا الانتي مايكروبيا بيبتايد يطرده خلال عمل فمس. تقدر تريزيست الفاجوسيتوزس، لو اتبلعت تقدر توقف الفاجوسيتيك كيلينج، تقدر توقف الانفلاموسوم. اخر ثلاثه خاصين بالفيروسات، توقف الانترفيرون، توقف التي سيلز عن طريق تقلل الام اتش سي بروتين، عن طريق خداعها للناتشورال كيلر سيلز، وعن طريق ان هي تزود الاميون انهبيتوري باث واي بالتي دي 1 للتي سيلز.
طيب بعد ما دخل انتشر وعمل المرض بتاعه غير الميون سيستم، لازم يطلع من البادي علشان يعمل الترانسميشن بتاعه وانتشاره ويكمل اللايف سايكل بتاعه. علشان ينقل المرض من شخص الى اخر لازم الميكروب يطلع في الجسم، يطلع من خلال السكن. هتلاقيه يطلع من نفس اللي دخل منه، ممكن يطلع من السكن، ده الستاف اوريوس والدرماتوفايتس اللي هم الفنجاي اللي بيعملوا سوبرفيشال انفكشن، دول بيبقوا شدد مع السكن ديسكواميتد، او اخر لير في السكن اللي هو الكيراتين. ممكن الكيراتين ده بهرشه واحده يوقع الكيراتين ده، وتاخد حضرتك اللي انت هرشته ده لو في انفكشن ستاف اوريوس درماتوفايت وتعدي بيه شخص اخر لو لمسته. نفس الفكره برضو في السكشوال ترانسميتد ديزيزز، الامراض اللي بتنقل من خلال السكشوال كونتاكت، جاست الكونتاكت ما بين سكين بتاع انسان مريض وانسان سليم عنده، يعني انسان مريض عنده جينيتال سكين ليجن وانسان سليم ممكن ينقل العدوى زي الهيربس سيمبلكس فيروس ومرض الزهر السيفلس بكتيريا فاليدا. اورال سكريشنز، الفيروسات اللي بتتخذ من السليفري جلاند مكان ليها بتقعد تتخثر فيها، فاكيد هتنزل في الصلايفه، وبالتالي لو حد بس حد ممكن ينقل له الفيروس، زي المامبس فيروس والسيتوميجالو فيروس والريبس فيروس بتاع مرض السعار. ماشي، ان في بعض الفيروسات بتنقل برضو بالاورال سكريشن والكيسن، زي الابشتاين بار فيروس بيسموه كيسن ديزيز، الهباتيتس بي فيروس والهيربس سيمبلكس فيروس. ريسبيراتوري سكريشن، اللي عنده ريسبيراتوري انفكشن ممكن بتوكينج، الضاد اللي بيطلع من الفم اثناء الحديث، كافينج كحه، سنيزنج عطسه، ممكن ينقل الانفكشس مايكروب. فمثلا فيروسات زي الانفلونزا فيروس بتنقل من خلال دروبلتس كبيره في الحجم، لارج دروبلتس تقدر تحمل الانفلونزا فيروس، بس لارج دروبلتس ما تقدرش تمشي غير لمسافه قصيره حوالي 3 فيت. طيب فالانفلونزا فيروس بتطلع في لارج دروبلتس بس ما بتقدرش تسافر او تتحرك او تترافل مور ذان 3 فيت، الفيت الواحد حوالي 2.3 متر 300 سم، ف نو مور ذان 3 فيت تقدر الانفلونزا فيروس يعدي حد. لكن على العكس بعض الفيروسات الاخرى تطلع بقى في سمول دروبلتس زي بكتيريا السول مايكوباكتيريوم تبركلوزس او فاريسيلا زوستر فيروس، بتطلع في سمول دروبس، وكمان تقدر تكونتامينيت الداست بارتكلز، تلوث حبيبات الرمل، وتقدر تسافر بقى لونج ديستانسز ان ذا اير. اليورين المثال عليه شيستوما هيماتوبيوم، بتفرز الايج بتاعتها في المثانه وتنزل الايج في اليورين وتكمل بقى دورتها. الستول، اي باثوجين اي ميكروب بيتكاثر في اليومن بتاع الانتستين او في الابيثيليا سيلز بتاعت الانتستين فممكن يفرز في الستول زي الشيجيلا والجياردية والروتا فيروس، او بعض الباثوجينز اللي بتتكاثر في اورجانز ريليتد للجي اي تي زي الليفر هيباتيتس اي فيروس، وزي الجول بلادر اللي هو المانيلا تايفس المانيلا انتريكس هيباتيت تايفس، ممكن يخشوا في الانتستين من خلال البايب وينزلوا في الستول. عشان كده من ضمن وسائل الكشف على الهيباتيتس اي فيروس تكشف عن الفيروس في الستول، لان دول سواء في الليفر او في الجول بلادر علاقتهم بالانتستين افراز البايل فينزل في الاسطول. جينيتال تراكت ممكن يسبريد في اليوريثرا، من اليوريثرا الميكروب بيطلع من اليوريثرا يورينري سيستم فاجينا سيرفكس، ممكن يطلع من الريكتم، ممكن كمان يروح للاورال فارين. بلاد لو انفكشس ايجنت موجود في دم عيان ازاي ينتقل الى شخص اخر؟ عن طريق زي ما قلت فيكتور انسكت او زي بعوضه تاخد دم من انسان مصاب وتروح تعدي بيه انسان سليم، او من خلال ميديكال براكتسز بلاد ترانسفيوجن او ريوز اوف اكويبمنت زي النيدل تريك، او لو بقى العيان المصاب واحد من الانترافينوس دراج ابيوزرز وبيشير النيدلز ما بينه وما بين شخص سليم فهينقل ليه طبعا الباثوجين الموجود في دمه. فيرتيكال ترانسميشن اللي هو انتقال الميكروب من المذر للفيتس او للنيو بورن تشايلد، والمذر بتعدي ابنها اثناء الحمل، ده بيبقى من خلال البلاسينتا زي الروبيلا، واخدناها في ديزيز اوف انفانت تشايلد هود ان الروبيلا
لو جات للبيبي في الفيرست تريمستر هتعمل فيه بلاوي. عيوب خلقية في القلب، منت ريتارديشن، لما ضربت قلب ومخ وضربت عين كاتركت وضربت اذن ديفنس. انما لو جه في الثيرد تريمستر ولا حاجة، فيري ليتل افكت. وزيكا فايروس تقدر برضو تنتقل من الام الى الجنين. ممكن الام تعدي ابنها اثناء الولادة during birth، زي لو عندها جونوكوكس او كلاميديا، او ممكن تعدي ابنها بعد الولادة وهي بترضعه من خلال البريست ميلك لو كان عندها سيتونجالو فيروس او اتش اي في او هيباتيتس. طيب ننتقل بعد كده الى بعض النقاط في خاصه بالبكتيريا انجري، او نقطه هنتكلم عنها اللي هي الفيرولنس فاكتور، او مصادر القوه الميكانيكال البكتيريا علشان تقدر تعمل باثوجينيسيس. ففي مجموعه جينز نلاقيها دايما في كثير من البكتيريا جروب توجيذر كده في الجينوم بتاع البكتيريا، فبنسميها باثوجينيسيتي ايضا، لان يعني هم دول الجينز اللي منتجاتهم بتدي للبكتيريا القدره والقوه على انها تعمل باثوجينيسيس. باثوجينيسيتي ايضا غالبا بتبقى جروب توجيذر زي مجموعه من الجزر على الجينوم. العامل الثاني اللي بيخلي البكتيريا يبقى عندها قدرة على مواجهة الإيميون سيستم ومواجهة الأنتي بايوتيك حاجة اسمها البلازمتس. البلازمتس دي بتبقى سمول سيركلر دي إن إيز بتتكاثر لوحدها بدون ما تعتمد على الهوست دي إن إيه، واللي شبهها حاجة اسمها بكتيريو فيجس، ودي عبارة عن فيروسات بتصيب البكتيريا. الفيروسات أو البلازمتس دي بتقدر تحمل وبتقدر تشيل جيناتيك اليمنتس من بكتيريا وتنقلها لبكتيريا تانية، وبالتالي تقدر تحمل فيرولنس فاكتورز من بكتيريا وتوديها لبكتيريا تانية. من الجينات اللي هتحمل على البلازمت او بالفيروس اللي اصاب بكتيريا وبعد كده انتقل الى بكتيريا اخرى، الجينات دي في الاخر لو بتنتجها او منتجاتها فيرولنس فاكتور، وبالتالي انت نقلت صفات ونقلت فيرونس فاكتور من بكتيريا وديتها بكتيريا تانية، فاكسبت البكتيريا التانية فيرونس فاكتورز جديدة. زي لو كنت نقلت جينات بتاع توكسنز او انزيمز اللي بتخلي بكتيريا توفر انتيبيوتيك ريزيستنس، يعني ما تخليش الانتيبيوتيك يأثر فيها، ونقلتها بكتيريا تانية، فالبكتيريا التانية هتكتسب الصفة دي. ودي حصلت في مجموعة جرام نيجاتيف بكتيريا كتيرة جدا، لان واحده من الجرام نيجاتيف بكتيريا اكتسبت القدره على انها تكسر مجموعه انتي بايوتيك اسمها الكاربابينيميز، عشان هي خلقت جواها جين اسمه كاربابينيميز بينيميز جين كاربابينيميز جينز. الكاربابينيميز جينز دي بينتج عنها كاربابينيميز انزيم اللي بتكسر مجموعه الانتي بايوتيك اسمها الكاربابينيميز. وفوجئنا ان الزايم ده والجين ده انتقل الى جميع الجرام نيجاتيف بكتيريا الباقي ازاي؟ عن طريق البلازمت. البكتيريا بتدي البكتيريا تانية البلازمت بتاعها، فالبلازمت اللي اتكون عند هذه البكتيريا الاولى اللي قدر يكسر الكاربابينيميز انتقل الى البكتيريا التانية وهكذا. ودلوقتي اصبحت الجرام نيجاتيف بكتيريا كلهم انسنسيتيف للكاربابينيميز. عن طريق ازاي؟ ان هم تبادلوا مع بعض البلازميدز اللي بتحمل الجين اللي بيكسر الكاربابينين. طيب صفة تالتة برضه، أو واحدة من الفيرونس فاكتور اللي بتستخدم البكتيريا، حاجة اسمها كورم سينسنج. كورم يعني الحصاد، وسينسنج يعني الإحساس. هي عملية خاصة بعالم البكتيريا، إن بعض البكتيريا ما بتعملش اكسبريشن للجينز اللي هيخليها تعمل باثوجينيسيس، مش هتعمل اكسبريشن للجينز بتاعه الفيرولنس جينز الا بعد ما توصل لهاي كونسنتريشن في النسيج، كانها بتسنس المقدار اللي لما توصل له في الكونسنتريشن يؤدي عدد كبير من البكتيريا. ساعتها لما اوصل للكونسنتريشن ده انشط الفيرولنس جينز وابدا اعمل باثوجينيسيس. طبعا ده بيخلي البكتيريا جرو ان سبيسيفيك سايتس في الجسم، زي مثلا تنمو في ابسس او تنمو في منطقه التهاب فريق نيمونيا،
توصل لتبقى مستخبيه او ما يحسش بيها الاميون سيستم انها مش عامله حاجه، هي عماله تتكاثر بس. فتقدر تسكيب الاميون سيستم لحد ما توصل لهاي كونسنتريشن، وبعد كده تقوم منشطه الفيرولنس جينز وعامله بقى الباثوجينست الجامده بتاعتها. فمثال كده الستاف اوريوس بتريجوليت الفيرولنس فاكتور عن طريق ان هي بتفرز حاجه اسمها اوتو انديوسر بيبتايد. يعني لما تفرز الستاف اوريوس الاوتو انديوسر بيبتايد تبدا بقى الفيرولنس فاكتور تنشط ويبدا البكتيريا تعمل باثوجينس. كل ما البكتيريا تنمو في الكونسنتريشن كل ما تتكاثر وتزيد تزيد تزيد، الليفل بتاع الاوتو انديوسر بيبتايد يزيد لحد ما يوصل لمرحله عند هنا بقى طلع للفيرولنس فاكتور. واشهر طبعا فيرونس فاكتور بتطلع في ستاف اوريوس الاكسوتوكسين زي ما هناخدها كمان شويه. فدي اللي اسمه الكورم سنسنج، الاحساس او قدره البكتيريا على انها تحس بالمقدار اللي هتوصل له، النصاب اللي هتوصل له، عشان بعد عند هذا النصاب يقوم منشطه الفيرونس فاكتور وعامله الباثولوجي الجاي. الفيرونس فاكتور اللي بعد كده اسمه بايو فيلمز، فيلمز يعني شريط، بايو يعني عضوي. اللي بيحصل ان يعني الميونيتيز بتاعت البكتيريا، المجتمعات بتاعت البكتيريا بتعيش على لير فيسكس، على لير لزجه من الاكسترا سيلولار بوليسكرايدز، من البوليسكرايدز خارج الخليه. والاكسترا سيلولار بوليسكرايدز ده الفيسكس لير اللي معموره بالبوليسكرايد ده اللي عايشه فيه البكتيريا بتمسك الهوست تيشو، لان البكتيريا بتنمو كده على شريط لزج من البوليساكرايد وتلزق على الهوست سيل بهذا الشريط. ومش بس كده، ده الشريط ده بتحب قوي البكتيريا تلزق بيه على ديفايسز داخله جوه جسم المريض، زي لما بنركب مثلا كاتيتر لعيان بندخل قسطره لحد ما نوصل للمثانه. القسطره دي ممكن تاخد بقى الشريط اللزج ده من البكتيريا وتدخله في المثانه. او لما بنركب ارتفيشال جوينت ساعتها ممكن البكتيريا كمان تلزق بالشريط اللزج بتاعها ده البايوفيلم على الارتفيشال جوينت ده وتخش جوه جسم الانسان. مشكله البايوفيلمز ده ان هو بيخلي البكتيريا تهايد من الاميون سيستم، وبتزود قدره البكتيريا على انها تريزيست الانتي مايكروبيال دراج. كده لما بيكون بكتيريا لازقه في كاسيتر او موجوده في ارتفيشال جوينت صعب جدا تعالجها، لان اصلا الانتي بايوتيك ده مش هيوصل للبكتيريا، وحتى لو وصل للبكتيريا مش هيعرف يتخلص منها كويس. وبالتالي ده بتشوفه كتير قوي لما بيحصل ريزيستنس انفكشن، انفكشن قاعده مش عايزه تروح، او ان انت تعالج انفكشن ويرجع لك كمان شويه نفس الانفكشن في نفس المكان. في حالات بقى لو انت مركب مثلا صمام artificial valve في الهارت، فكل شويه يجي عليه بكتيريا، البكتيريا لازقه فيه ومش عايزه ومش قادر تتخلص منه، فيعمل بكتيريا الاندوكاردايتس. كاردايتس يعني التهاب في القلب، واندو يعني جايه من الاندوكارديوم اللي هو الغلاف اللي بيبطن الفالف، او في الارتفيشال جوينت انفكشن. وبرده نفس الفكره، نفس الصوره بتحصل في عينين السيستيك فايبروزس اللي عندهم ميوكس لزج، فيبقى عامل زي البايو فيلمز، فتبدا البكتيريا تلزق فيه وتقعد فيه وتهايد من الاميون سيستم وتريزيست كمان الانتي مايكروبيال دراج. عاملين السيستيك فايبوزس يبقى عندهم ريزيستنت اند ريلابس ريسبيراتوري انفكشن بسبب هذا الميوكس اللزج. طيب ازاي البكتيريا بتمسك في الهوست؟ جبنا سيره البلاي قبل كده مع الفلاجيلا، الفلاجيلا بتحرك البكتيريا، البلاي بتخلي البكتيريا تلزق. في برضه مجموعه بروتين اسمها الادهيزنز، حتى اسمها دي مولكيولز نصتها البكتيريا بتمسك في الهوست سيل او في الاكسترا سيلولار ماتر، زي مثلا ستريبتوكوكس بايوجينس ده بروتين اسمه بروتين اف والتيكويك اسيد، دول من عائله الادهيزنز. تقدر من خلالها، من خلال هذه البروتينات بروتين اف والتيكويك اسيد طالعه من السيل وول بتاع ستريبتوكوكس بايوجينس وتمسك في الفايبرونكتين اللي موجوده في السيرفس بتاع السيل وموجوده في الاكسترا سيلولار ماتر. تاني طريقه البكتيريا تمسك بيها في وسط البلاي، ومثال على كده الايكولاي اللي بتعمل يورين تراكت انفكشن، عندها بلاي بتمسك في هذا البروتين، هذا الموليكل اللي موجود على اليورو ايبيثيليال سيلز. اليوريثيليال سيلز لو نفتكر قلنا قدره البكتيريا على انها تمسك في اليوروثيليا
ده بيصعب عملية getting rid of bacteria by flush urine، لأن البكتيريا لازقة في الأوريثيريال سيلز. إزاي بتلزق في الأوريثيريال سيلز؟ عندها البي تلس عند الفلاية أهو، بيمسك حاجة اسمها الجال ألفا 1 إلى 4 مويتي اللي موجودة في الأوريثيريال سيلز. برضه نفس الفكرة، النيسيريا جونورية اللي بتعمل سيكشوال ترانسميتد ديزيز برضه عندها فلاي بتقدر تمسك فيها في السيلز بتاعت اليوروجينيتال. يمكن اهم حاجه في موضوع البكتيريا الانجل دي هي البكتيريا التوكسيك، الكميات اللي بتطلع من البكتيريا، وهم تو تايبس من التوكسين تقدر البكتيريا تفرزها. في حاجه اسمها اندو توكسين، واندو يعني داخلي وتوكسين يعني توكسين، وهو اسمه اندو توكسين لان هو مكون داخلي من مكونات البكتيريا، هو اللايبوبوليساكرايد اللي موجوده في السيل وول بتاع معظم الجرام نيجاتيف بكتيريا، مكون من لونج تشين فاتي اسيد اسمه ليبيد ايه مع شوية كربوهيدرات اسمهم او انتجين. الليبيد ايه ده بيمسك في السي دي 14 على سطح الهوست وايت بلاد سيل، وبعد كده لما الليبيد ايه يمسك في السي دي 14 يعملوا كومبلكس مع بعض فيتحدوا مع التول لايك ريسبتور 4، وهنعمل بقى الانفلاماتوري ريسبونس واحده من التول لايك ريسبتور اللي الاميون سيستم بتتعرف بيه على الاكسترنال باثوجين. الاو انتيجين ده الليبيد ايه، يبقى الليبيد ايه انفولفد في موضوع الريكوجنيشن باي تول لايك ريسبتور على سطح الوايت بلاد سيلز والانفلامات. طب الاو انتيجين فائدته ايه؟ مش فايده قوي غير ان احنا بنقدر من خلاله نقسم البكتيريا على حسب التايب بتاع الاو انتيجين على سطحها ونديها سترينز بقى بانواع مختلفه. طب هل الليبيد ايه ده كويس ولا وحش؟ قال لك لو لو ليفل من الليبيد ايه ده كويس، عشان هننشط بيه انفلاماتوري ونجيب نشط بين انفلاميشن نجيب انفلاماتوري سيلز ونعمل سكتان برودكشن. المشكله بقى لو عندك هاي دوز من اللايبوبوليساكرايد ده، احنا جبنا سيرته قبل كده في السيبتك شوك، يعمل سيبتك شوك دي اي سي و ريسبيراتوري ستريس. ده التوكسين الاولاني الاندوتوكسين بوجهيه الحسن والسيء. الاكزوتوكسين بقى من اسمه اكسو يبقى اكسكريتد، يبقى دي توكسينز بتفرز من البكتيريا، وعباره عن بروتينات بتعمل سيلولار انجوري باشكال مختلفه. فمثلا ممكن البكتيريا تفرز انزيمز تكسر لك التشو وتدايجست البروتينز، ممكن تفرز بروتيزس انزيم هيالورونيديزس كوأجوليزس فايبرينولايزينز، كل دي بتكسر التشو وتكسر لك الخلايا. ستاف اوريوس ممكن تطلع توكسين اسمه اكسفولييتيف توكسين، اكسفولييشن عشان بيقشر الجلد بيدمر خلايا الجلد. فعلا البروتين ده بيكسر الديسموسومز اللي كانت بتمسك الكيراتينوسايتس بعضها ببعض، فيخلي ويكسر الهيمي ديسموسومز، فبيخلي الابيديرمس ينفصل عن الديبر سكين لير. فبقى ده انزيمز بيكسر التشو. ممكن تفرز حاجه اسمها اي بي توكسين، ده توكسين مش بيكسر بقى، ده بيلخبط السيجنالينج باث واي في الخليه. وهم اشهر ثلاثه بكتيريا بتستخدم الاي بي توكسينز دي، ديفتيريا الانثراكس والكوليرا. اللي بيحصل ان البي توكسين اللي هو البايندنج يمسك الاول في السيل ميمبرين بتاع الخليه، عشان بعد كده يسمح للاي الاكتيف توكسين او الاكتيف كومبوننت من التوكسين ان هو يخش في السيتوبلازم بتاع الخليه، ولما يخش في السيتوبلازم يبدا بقى يلخبط لك السيجنال باث واي فيعمل لك سيل ديس فانكشن او سيل ديس. يعني مثلا ادي الانثراكس، الانثراكس ده اللي هو البكتيريا الجمره الخبيثه، ده البي سب يونت اهو بتاع التوكسين بتاعه، يمسك الاول في ريسبتور على سطح الخليه، وبعد كده يسمح بقى للاي سب يونت. اي سب يونت في الانثراكس عباره عن حاجتين مع بعض، الايديما فاكتور والليثال فاكتور، من اسمها فاكتور هيعمل ايديما فاكتور هيموت الخلايا. فلما البي مسك يسمح بقى للاي ان هي تخش جوه في السيتوبلازم. دخلنا اهو، يعني الاي سب يونت جت مسكت البي اللي ماسك وعملوا انترنالايزيشن واتاخدوا في الفاجوسوم. بعد كده يطلع بقى من هنا الايديما فاكتور والليتا فاكتور اللي هي الاي سب يونت. الايديما فاكتور نشط الاي تي بي ويحفز الكالسيوم، خلي الاي تي بي يتحول الى سايكليك اي ان بي، يزيد قوي سايكليك اي ان بي جوه الخليه فيعمل ايديما.
تاني حاجه الليثر فاكتور ده ينهبت مجموعه من البروتينات مسؤوله عن السيل سرفايفل اسمها الماك مايتوجين اكتيفيتد بروتين كاينيز كاينيزس، دول لما يبقوا انهبيتد يعملوا سيلز. يبقى اول حاجه انزيم يكسر التيشو واي بي توكسين تلخبط السيجنالنج باسورد في الخليه. نيورو توكسينز، توكسينز خاصه بنيورو دي بقى توكسينز بتبلوك نيورو ترانسميتر ريليز. اتفقنا قبل كده ان النيرف بيخاطب العضله عن طريق نيورو ترانسميتر بيطلع من نهايه النيرف ويروح يمسك في العضله ويشغلها اللي هو الاسبايل كله. في بعض البكتيريا بقى بتطلع توكسينز توقف الريليز بتاع نيورو ترانسميتر، ما تخليش نيورو ترانسميتر يطلع، وبالتالي النيرف مش هيشغل العضله، بالتالي العضله مش هتشتغل. وبالتالي ده هيعمل باراليس. واشهر مثال يعني كده البوتوليزم ده التترس. الكلوستريديوم البوتوليزم ده بيتعمل ببكتيريا اسمها كلوستريديوم بوتوليزم والتيتانس كلوستريديوم تيتاناي، ده بينهبت الريليز بتاع النيورو ترانسميتر بالتالي ريزلتنج ان بين. التوكسينز دي ملهاش دعوه بالنيورونز لكن هو بيوقف الريليز بتاع النيورو ترانسميتر. فجزء من التوكسين من النيورو توكسين ده بيكليف بروتينز involved in the secretion of neurotransmitters at the synaptic junction. يعني التوكسينز ده بيضاد بروتينات معينه في نهايه النيرف، كانت وظيفه هذه البروتينات ان هي تسمح للنيورو ترانسميتر بالخروج من النيرف وتروح تشتغل على المصر. فالتوكسينز دي بيكسر هذه البروتينات وبالتالي النيورو ترانسميتر مش هيطلع، وبالتالي العضله مش هتشتغل فتتشل. وبالتالي التيتانس بوتوليزم ممكن يعملوا ريسبيراتوري فيلير لو عملوا شلل في عضلات التنفس اللي هم الشيست والدايفراجم. في توكسينز زي ما قلنا توكسينز خاصه بالنيرف، توكسينز خاصه بالجي اي تي، مثلا توكسينز تعمل فوميتنج في حاله ستاف اوريس، تعمل ووتر دايريا في حاله الفيترو كوليرا، بتعمل بلادي دايريا لاسيدو ممبرينس كولايتس في حاله الكلوستريديوم ديفيسيل لما تدي انتيبيوتيك كتير وتموت بين اسبانيا. اخر مجموعه اكس توكسينز السوبر انتيجينز، هم اسمهم سوبر انتيجينز لانها عباره عن انتيجينز بتعمل ماسيف ستيميوليشن للتي سيلز عن طريق ان هي بتعمل لينكينج للتي سيل ريسبتورز وذ بلس 2 ام اتش سي مولكيولز على سطح الاي بي سي اللي بتبريزنت الانتيجين لهذه التي سيلز. الاي بي سي بتقوم بتروح تاخد الانتيجينز بتروح تعرضها على تي ليمفوسايتس، بس للاسف هذه الانتيجينز اللي موجوده على سطح الاي بي سي البلاس 2 ام اتش سي مولكيولز ار سوبر انسر، فبيعملوا ماسيف ستيميليشن لارج نمبر اوف تي سيلز، بيحصل ماسيف تي سيل بروليفريشن، ماسيف سيتوكاين ريليز، دي اللي احنا سميناها قبل كده اللي هي السيرس سيستميك انفلاماتوري ريسبونس سندروم، زي اللي بيحصل في حالات الاستاف اوريس اسمها التوكسيك شوك سندروم. ده بيعمل طبعا ماسيف سيتوكاين ستورم وماسيف انفلاميشن، بنسميه في حاله الاستاف اوريس توكسيك شوك سندروم. بعد كده ننتقل الى بعض النقاط برضو في الفيرال انجري. شفنا قبل كده ان الفيروسات عشان تخش في الخليه محتاجه ريسبتورز معينه تقدر الفيروس من خلاله تخش في الخليه. فمثلا ال HIV كان جلايكوبروتين جي بي 120 لازم يمسك في سي دي 4 مع الكيموكاين ريسبتور سواء كان سي اكس سي ار 4 على التي او سي سي ار 5 على الماكروفاج. ساعات برضو الفيروس بيحتاج زقه من الهوست، مثلا يخلي بروتييز من الهوست ديزاين اسمه بروتييز ينشط ويحاول يخلي البروتييز ده يكسر ويكليف ويأكتيفيت الفيروس بتاع الانفلونزا، يتنشط جزء من الفيروس اسمه هيم اجلوتينين، بروتين من بروتينات الانفلونزا فيروس هيم اجلوتينين. لازم الهوست بروتيز يكسرها او ينشطها عشان يخلي الفيروس يمسك في الهوست. فاذا الفيروس يا اما على طول يمسك في ريسبتورز على سطح السل او يخلي الهوست سل الاول يسلفه بروتيز علشان يكسر بيه او ينشط بيه هيم اجلوتينين على سطحه زي انفلونزا الفيروس زي فيروس انفلونزا فيقدر يمسك الهوست. النقطه الثانيه السبيسيفيستي اوف ترانسكريبشن فاكتور، ليه برضو
ايه تفسير ان فيروسات تحب خلايا معينه؟ يعني التفسير الاول ان الخلايا المعينه دي ليها ريسبتورز للفيروس. التفسير الثاني ان الخلايا دي ليها ترانسكريبشن فاكتورز وافقه او متوافقه مع الفيروس جينوم. قدره الفيروس على انه يريبليكيت انسايد ذا سيل ديبيندز اون ذا بريزنس اوف سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور جوه الجينوم بتاع الخليه دي. بيقدر الفيروس من خلال هذه السبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور يتعرف او تنشط سبيسيفيك فايرال اليمنتس في الجينوم، انهانسر او بروموتر اليمنتس في الفيرال جينوم. يعني الفيروس بيحب يروح للسيل دي بالذات عشان عارف ان الجينوم بتاعها فيه ترانسكريبشن فاكتور يقدر من خلاله الترانسكريبشن فاكتور دي تنشط اجزاء من الجينوم بتاع الفيروس اللي محتاجه الفيروس علشان ريبليكيت. فمثلا الفيروس اللي اسمه جي سي فيروس، الجي سي فيروس ده اسمه، هو اسمه جون كانينغهام فيروس، نسبة لأول مريض تم اكتشاف الفيروس في مخه. وهو فيروس بيعمل مجموعة أمراض في المخ اسمها اليوكو انسيفالوباثي، اوباثي يعني مرض، انسيفالو يعني مخ، واليوكو بيضرب جزء من المخ اللي هو الوايت ماتر اللي بيبقى فيه الميلين. المهم الجي سي فيروس ده بيريبليكيت بس في خلية معينة في السن اسمها الاوليجو ديندروجلايال سيلز اللي بتفرز الميلين، اللي بتعمل الميلين حوالين النيرف. ليه مش موجود في الاذر سيلز بتاعت السي ام اس زي النيورونز او الاندوثيليال سيلز؟ قال لك لان الاوليجو ديندروجلايال سيلز دي هي عندها سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز، فالفيروس بيحب يروح لهذه السبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتور عشان هذه الترانسكريبشن فاكتورز بتقدر تنشط البروموتر والانهانسر اليمنتس في الجينوم بتاع الفيروس. الترانسكريبشن فاكتور اللي موجوده في الاوليجو دوندروجلايال سيل دي مش موجوده في غيرها من الخلايا في المخ. من كده الجي سي فيروس جون كانينجهام فيروس بيحب قوي يروح الاوليجو دوندروجلايال سيل. يبقى دول تفسيرين ليه الفيروس يروح يصيب خلايا معينه وما يصيبش غيرها. واحد عشان الخلايا المعينه عندها ريسبتورز لسيرفيس بروتينز على الفيروس، او ان الخلايا بتسلفه البروتيز اللي بيقدر من خلاله يمسك في الخليه، او ان الفيروس بيختار خلايا معينه علشان خاطر الجينوم بتاعها اللي فيه سبيسيفيك ترانسكريبشن فاكتورز اللي تقدر بيقدر الفيروس من خلال هذه الترانسكريبشن فاكتورز ينشط عمليه ينشط الجينوم بتاعه ويعمل فيروس. التفسير الثالث اللي بعد كده ان الفيروس يروح يصيب اماكن معينه دون عن غيرها عشان فيزيكال كاركترستكس اوف ذا تيشو، خصوصا الانفايرمنت والتمبريتشر. يعني مثلا الفيروسات بتاعه الانتستين انتيرو فيروس بيريبليكيت في الانتستين because they can resist in activation by acids, bile و digestive enzymes. يعني هم قدروا يوصلوا للانتستين عشان قدروا يقاوموا المصدات بتاعت الجي اي تي كله من اول الاستومك البايل والبنكرياس والدايجستيف انزيمز كمان. لولا هذه الصفه ما كانوش قدروا يوصلوا للانتست. ادي الهوست انفايرمنت. طب التمبريتشر، الراينو فيروس بتوع البرد بيحبوا قوي يريبليكيت في الابر ريسبيراتوري تراك، ان هم بيحبوا يريبليكيت ات لور تمبريتشر فوق قرب الجو تلاقي التمبريتشر قليله. هم ده الاوبتيمم تمبريتشر فور ذا راينو فيروس، ما بيحبوش يخشوا جوه لان جوه تمبريتشر عاليه، هاير تمبريتشر الكول بودي، فما بيحبوش هذا تصفر فيه. الفيروس تاثيره على الخلايا ممكن يموت الخلايا عن طريق ان هو يمنع تكوين امبورتنت ماكرو مولكيولز جوه الخليه، عن طريق ان هو يفرز انزيمات ويطلع توكسيك بروتينز اللي توقف تصنيع امبورتنت ماكرو مولكيولز جوه الخليه. مثلا البوليو فيروس يبلوك سينثيسيس اوف بوست بروتينز، هيب ستيمليس فيروس تعمل بروتينات بتنهبت السينثيسيس بتاعت الدي ان اي والام ار ان اي والبروتينات بتاعت الخليه المصابه، فكمان بيفرز بروتينات تكسر لك الدي ان اي بتاع الخليه، ده الهيب ستيمليس فيروس. او ممكن يموت الخليه ان هو يعمل ابوبتوزس في الخليه. شفنا في الاتش اي في ان الفيروس ممكن يبض فروم ذا سيرفيس اوف الخليه ويعمل فيها لايسس. الاميون ريسبونس اجينست الفيروس مين اللي بيسيتوتوكسيك تي لينفوسايتس؟ طبعا ان هو بيتعرف على الفيرال انتيجينز اكسبريسد اون بلس 1 ام اتش سي موليكول. قلنا بعد كده، قلنا قبل كده ان بعض الفيروسات بتقلل من بلس 1 ام اتش سي موليكول، بتضعف من قدره السيتوتوكسيك تي لينفوسايتس انها تتعرف على فيرال انفكتد سيلز،
بيجي دور الناتشورال كيلر سيلز، وقلنا برضو بعض الفيروسات بتقدر يعني تراوغ الناتشورال كيلر سيلز وتهرب من الدمج بتاعها. ان بعض الفيروسات ممكن يبقى تاثيرها كتير على الانفكتد سيلز، ان هي تعمل فيها مالجن ترانسفورميشن، دول هم اسمهم اونكوجينيك فيروس او ترانسفورمينج فيروس. يا ترى ايه هو الريسبونس اللي هنشوفه في التشو نتيجه انفكشن؟ هو ملخص لمواضيع قلناها قبل كده. سابريت انفلاميشن طبعا، اكيد سابريت انفلاميشن، انفلاميشن يعمل بسطه في حالات البايوجينيك بكتيريا. المونو نيوكلير وجرانيلوماتس انفلاميشن، يجي بقى عندك في النسيج مش نيتروفيلز، لا ده لينفوسايتس ومونوسايتس وابتو جرانيلوم. لو كان الانفكشن بهلمنتس دوده هتلاقي سينوفيلز. الهيباتيتس بي فيروس بتلاقي لينفوسايتس كتيرة. لو سيفلس بتلاقي بلازما سيلز، خصوصا في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية من مرض الزهري. نعرف بعد كده سيفلس له 3 ستيجز، برايمري وسكندري وتيرشري. البلازما سيلز تلاقيها كتيرة في البرايمري والسكندري، في التيرشري خلاص كل حاجة بتموت. السبيكترم التالت سايتوباتيك سايتوبروليفراتيف، هو الاثنين عكس بعض، وهو ده الفيروس. فور فيروسز، يا اما يعمل نيكروزس في الخليه ويموت الخليه سيل لايسز او ابوبتوزس، او يعمل فيها سيلولار بروليفريشن، بس الانفلاماتوري سيلز هنا قليله. باول اثنين كانت انفلاماتوري سيلز اكيوت نيوتروفيل سابوريتيف او كرونيك. الثانيه دي فيرال انفكشن ما تلاقيش انفلاماتوري سيلز كتير. الحاجه اللي بعد كده تحت برضو الفيرال انكلوجن بوديز، وقلنا قبل كده انكلوجن بوديز هي مكونات الفيروس جوه الخليه المصابه، عارفه ان هي structures with distinct shape and size in virus infected cells، جزيئات او يعني molecules كونت جوه الخليه المصابه ليها شكل محدد وحجم محدد. نلاقيها فين؟ ممكن نلاقيها في السيتوبلازم، نلاقيها في النواه، في النواه يا اما تبقى ايسينوفيليك حمراء او بيزوفيليك، وممكن تلاقيها in both nuclear and cytoplasm. اسئله كثيره جدا بقى. مثلا السيتوبلازميك انكلوجن بودز غالبا ايسينوفيليك او بيسموها اسيدوفيليك. حاجه اسمها داوني بودز في فيروس الكاو بوكس، نيجري بودز في الريبس ارض السعار، جوارينيري بودز او اسمها بي تايب انكلوجن دلوقتي في الفيروس اللي اسمه فاكسينيا او فاريولا سمول بوكس، باتشن بودز في الفاريولا، بولينجر بودز في حاجه اسمها الفاول بوكس، ملاسكان بودز في الملاسكان كونتاجيوزم. كل دي فيروسات واسماء انكلوجن بودز بتتكون في السيتوبلازم لونها احمر. فيروسات بتعمل ايسينوفيليك انكلوجنز في النواه، في الهب السيمبلكس فيروس في تو تايبس اوف انكلوجنز، حاجه اسمها الكاودري تايب اي وحاجه اسمها الكاودري تايب بي. الكاودري تايب اي بيبقى جرانيولار، يعني البود اللي متكون محبب ولونه احمر في النواه. كودري تايب ايه ممكن نلاقيها في الهيب سيمبلكس، ممكن نلاقيها في الفاريسيلا زوستر. كودري تايب بي بتبقى مالتيبل انكلوجن بودز، غالبا بتبقى موجوده في البوليو، لا دي لو كانت في النواه اسينوفيليك. كودري تايب بي ممكن تبقى نواه بيزوفيليك بس ما تبقاش في البوليو، تبقى في الادينو فيروس او في السيتوميجالو فيروس. فالنيوكلير اسينوفيليك كودري تايب ايه ده هيب سيمبلكس وفاريسيلا زوستر. كودري تايب بي ده كله اسمها توريس بودس في يلو فيلو. نيوكلير بيزوفيليك كاودري تايب بي في الادينو فيروس او كاودري تايب بي في السيتوميجالو فيروس. بوست نيوكلير ان سيتوبلازميك هو المثال الوحيد عندنا في الميسلز، حصبة اسمها وارتن فينكيلدي. طبعا فينكيلدي وكاودري اسماء العلماء اللي وصفوا هذه. ما تنساش ان بعض الفيروسات بتعمل تغيرات اخرى زي الهيومن بابيلوما فيروس، يعمل كويلوسيتيك تشينج في الخلايا المصابه في الابيديرمس، والميسلز والهربس فيروس ممكن كمان يخلوا خلايا الانفكتد تفيوز مع بعض ويعملوا مالتي نيوكليتد سيلز بنسميها بولي كاريونز. يبقى قلنا كده اول اثنين انفلاميشن، الثالث خاص بالفيروسات سايتوباتيك يموت الخليه او سايتوبروليفراتيف ينشر يعمل بروليفريشن للخلايا، وانكلوجن بودز وفيلوسيتيك تشينج ومالتي نيوكليتيك تشينج. في تيش نيكروزس هو بقى الباترن يموت النسيج. نوستريديم بيرفرينجس وادر اورجانيزمز يقدر يفرز باورفول اكس توكسنز اللي يعملوا سيفير نيكروزس.
طبعا مش هنلحق نجيب انفلاميشن. الاميبا هيستولوتيكا برضو تعمل تيشو نكروزس، لما بتروح للقولون تعمل نكروزس في القولون فتعمل ألسر في القولون. إذا اخترقت جدار القولون ووصلت البورتال سيركيليشن ووصلت الليفر برضه هتعمل ليفر ابسس. خد بالك ابسس مش معناه ابسس ان احنا متعودين عليه اكيوت انفلاميشن وتركيز وباسلز، لا ده هو لان الانتاميبا هيستولوتيكا بتطلع توكسينز تموت الليفر فبتليكويفاي التيشو ليفر التيشو بتاع الليفر، تعمل تيشو ديستراكشن وليكوفاكتيف نكروزس من غير انفلاماتوري سيلز. فهو الابسس هنا مش تومر، يعني اسم خطا. كلوستريديوم ديفتيريا برضو كلهم يعني معظمهم كلوستريديوم، كلوستريديوم ترفرنجس، كلوستريديوم ديفتيريا برضو تعمل نكروزس في الابيثيليوم بتاع الريسبيراتوري تراكت واللارينكس اورال ميكوزا، واخدناها برضو سودوم بينس انفلاميشن، وده نوع من انواع التيشو نكروزس لان الميوكوس ممبرين بيموت ومش بيبقى ريبليسد بترو ميمبران، ده هو عشان النكروتيك ميكوزال سيلز اتليست مع الفايبرين اللي طالع في السيفير انفلاميشن وعلق فيها شويه انفلاماتوري سيلز فعملوا ميمبران كاذب سميناه سودو ميمبرانس انفلاميشن. برضه نفس الكلام في كلوستريديوم ديفيسيل نتيجه الانتي بايوتيك والانتست. اخر باترن اوف ريسبونس اللي هو كرونيك انفلاميشن وسكيلنج اللي هو الفايبروزس، زي مثلا البويضات بتاعه دوده البلهارسيا اذا وصلت الليفر ترشع في البورتال تراكت وتعمل فيها سيفير انفايبروزس اسمها فايف ستيب فايبروزس، البورتال يتحول الى ما يشبه الانابيب، او لو في شيستوزوما اكس في المثانه برضه تعمل فايبروزس في جدار المثانه. هباتيتس بي فايرال انفكشن في الليفر يعمل سيفير فايبروزس في الليفر اب تو سيروزس تليف في الكبد. فدول السبيكترم بتاع الانفلاماتوري ريسبونس انفكشن، اول اثنين انفلاماتوري سيلز اكيوت والثانيه كرونيك جرانيلوما، ثالثه خاصه بالفيروس، اربعه تيشو نكروزس، خمسه انهي بقى بالكرونيك انفلاميشن. دول الفيرال انكلوجنز دي حاجات جوه السيتوبلازم، حاجات جوه النواه، حاجات جوه النواه يا اما اسيدوفيليك يا اما بيزوفيليك. دي الانتراسيتوبلازميك ماسكن كونتينيوزم، نيجري بودز في الريبس، ورينير بودز في السمول بوكس مع الباتش بودز، ولينجر بودز في الفاول بوكس، بيرل بودز في الفاول بوكس. باودر تايب اي دي اسيدوفيليك انترا نيوكلير انكلوجن في الباريسيل زوستر والهيربس سيمبلكس ممكن يجيله فيفر. باودر تايب بي في الكل فيروس اسيدوفيليك. بيزوفيليك ادينو فيروس سايتوميجالو فيروس، ادي مثلا امثله اهي، ده سايتوميجالو فيروس، ادي النواه بتاعت الانفكتد سيل، وادي الانكلوجن بول ازاي سايتوميجالو فيروس، ودي واحده كبيره يعني نفس الفكره، ادي خليه اهي وادي الانكلوجن بول ازاي النواه عامله زي اول اي اولز اي ابيرنس. اولز اي دي هنقولها هنا في سيتوميجالو فيروس قدر طيب بيها عشان هي لونها بيزوفيليك، نقولها في الهودج كان من فوق اولز اي ابيرنس منها ازرق. هيرب سيمس يبقى لونه احمر سيموفيليك جرانيولار، فدي اسمها كاودر تايب اي انكلوجن، ممكن نلاقيها في الهيرب سيمبلكس، ممكن نلاقيها في الفاريسيلا زوستر فيروس. والهيرب سيمبلكس بتعمل ثلاث تغيرات مشهوره جدا في الانفكتد سيل، كلهم حاجات بالام، مالتي نيوكليشن تلاقي الخليه كذا نواه، مولدنج تلاقي ان الخلايا الانفكتد ركبت على بعض عملت مولد بقت قالب مع بعض كلهم، مارجنيشن اوف ذا كروماتين تلاقي الكروماتين اتزحزح كده وبقى في اطراف الخليه مارجنيشن. سيتوموجالو فيروس على العكس يخلي الخليه لارج بيزوفيليك انترا نيوكلير انكلوجن، لارج انترا نيوكلير انكلوجنز فرقة كبيرة جدا surrounded by perinuclear. ده برضه الكاودر تايب ايه بتاع الهيرب سيمز فيروس اهي، سينوفيليك جوه النواة، سينوفيليك جوه النواة، السيتوميجالو فيروس بيزوفيليك، بيزوفيليك. في مثلا النيجري بودز في عيانين الريبس، ادي مخ عيان ريبس وادي خلية النيورونز فيها، ادي سيتوبلازميك نيجري بودز. ده ملاسكوم كونتنتيوزم، ملاسكوم بودز نتيجة فيروس اسمه لاسكون كونتاجيوزم، ده بينفكت السيرفايد سبيرمس ابيثيليوم، بيعمل كل الحاجات الحمراء في السيتوبلازم بتاع الكريبتينوسايت. دي الجاينت سيلز الفيوز اللي بتبقى موجودة في الميسلز وارتن فانكيل دي بودس، كل دي خلية فيوز انفكتد بالفيروس ولحموا مع بعض عملوا جاينت سيلز.
في طريقة سهلة عشان نفتكر الكاربوهيدرات ايه والبي. الاي اسيدوفيليك او اسينوفيليك حمضة، وبالتالي تيجي مع الهيربس سيمبلكس والفاريسيلا زوستر. البي بيزوفيليك تيجي في السيتوميجالو. مهم قوي نفرق ما بين التيرمز دي. نيوكليار انكلوجنز، نيوكليار انكلوجنز يعني فعلا في ستراكشرز موجوده جوه النواه تحصل في الفيرال انفكتد سيلز، ودي الامثله اللي احنا قلنا عليها كلها. هيربس سيمبلكس وفاريسيلا زوستر، فيروس كاودري تايب ايه، سيتوميجالو فيروس كاودري تايب بي، والادينو فيروس. ادي خليه وادي النواه، وهنا في انكلوجنز فعلا. في حاجه اسمها نيوكليار سودو انكلوجن، يعني انكلوجنز كاذبه. وهنا اللي بيحصل ان السيتوبلازم بتاع الخليه بينفاجينيت انتو ذا نيوكليس، وبالتالي اللي بيبقى موجود في النواه مش انكلود، مش بودز حقيقيه، ده يعني نتوءات من السيتوبلازم والسيتوبلازميك اورجانيلز دخلت وزقت النواه فبان كانها موجوده جوه النواه. سيتوبلازميك انفاجينيشنز ريمد باي او سراوندد باي نيوكليار ميمبرين. دي بنشوفها في الكانسر، في بعض انواع الكانسر، كانسر في الثايرويد اسمه فيلر كارسينوما الثايرويد، جلري كارسينوما، مينينجيوما، ورم من اورام من السي ان اس، ميلانوما، وادينو كارسينوما لانج وغيرهم. يبقى سودو انكلوجنز ده معناه انفاجينيشن اوف ذا سيتوبلازم انتو ان نيوكليس، يسموها انترا نيوكليار هولز. هولز كان النواه اتخرمت ودخل فيها شويه سيتوبلازم. ما في حاجه بقى يعني اسمها نيوكليار سودو انكلوجنز، يعني بقى مش انكلوجنز كاذبه، ده كاذبه الكذب كمان، عباره عن بابلز في النواه. دي بتبقى ارتفاكتشوال بابلز او فاكيولز في النواه due to incomplete fixation او dehydration during the tissue process. بعيد بقى في التمرير بتاع النسيج والهاندلنج بتاع النسيج، فبيخلي النواه ما حصلهاش fixation كويس، فتبدا تتكون فاكيولز في نواه الخلايا. طبعا ما لهاش اي قيمه غير ان انت بس تبقى عارف ان ده يعني عيب في الفيكسيشن والديهايدريشن بتاع الخلايا. نيوكليار سودو انكلوجن او نيوكليار. كده احنا خلصنا المقدمه بتاعت انفكشن ديزيز. المره الجايه ان شاء الله ناخد بقى سم اوف امبورتنت بكتيريال انفكشن، وبعد كده ناخد فايرال وبارازيتك وفنجل. نشوفكم على خير ان شاء الله، ربنا يوفقكم، والسلام عليكم ورحمه الله.